مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورنا ومشرفنا في قناتكم قناه الاهلي واستاد كوستاد الاهلي. يعني كسبنا الرجاء وخسرنا للاسف اهم لاعب في النادي الاهلي في الفتره الحاليه حسام عاشور. كل لعيبه مهمه لكن هو مسمار النادي الاهلي للاسف. ما كنتش حابب اقول او ما كنتش حابب ابدا معاكم بحاجه زي كده لانه خبر اكيد هيزعل كل جماهير النادي الاهلي، لكن ان شاء الله اللعيبه كلها رجاله ويقدروا يعني يعوضوا غياب حسام عاشور. اصابه حسام عاشور بمزق في العضله الضمه، مزق في العضله الضمه يعني هياخد وقته شويه. يعني اصابه لا على البال ولا على الخاطر، اصابه اكيد اربكت حسابات الكابتن حسام البدري. بعض الناس قالت لك كان المفروض الكابتن حسام يريح حسام عاشور ومش عارف نشرك مين، ولو كنا حصل نتيجه لا قدر الله كان المفروض يلعب حسام عاشور. يعني اصابه بقى قضاء وقدر، ربنا عايز كده. الحمد لله حسام عاشور لعيب مهم جدا جدا، شفنا قد ايه الكابتن حسام البدري كان زعلان عليه. يعني حاجه اصابه يعني مش عارف، اصابه غريبه قوي، اصابه غريبه قوي، لكن الحمد لله على كل شيء. والف سلامه عليك يا نجم الاهلي حسام عاشور، وان شاء الله ترجع بسرعه وترجع احسن من الاول. دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول اكد ان حسام عاشور اجرى فحصا طبيا يوم الثلاثاء على قدمه، واوضح ان الفحص كشف عن اصابه حسام عاشور بمزق في العضله الضمه، مما يجعل اللاعب يغيب عن مباراه الفريق المقبله امام النجم الساحلي. وكان حسام عاشور قد تعرض للاصابه بالتمزق خلال مباراه الرجاء امس الاثنين، والذي منعه من استكمال هذا اللقاء. زي ما حضراتكم شايفين اصابه جت كده يعني من الهواء، وشايفين طبعا الكابتن حسام يعني ليه يا حسام؟ ليه تدخل عليه وليه تعمل كده وليه تتصاب؟ كلها حاجات كانت بتدور في الكابتن في دماغ الكابتن حسام بدري امبارح، لكن الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. والف سلامه عليك تاني يا حسام عاشور. معلش انا بدات بالخبر ده علشان ما كنت عايز اقول لكم اخبار وبعدين ترجعوا تعرفوا ان حسام عاشور، يعني نعرف من الاول وخلاص. خلاص النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه المقبله بدون حسام عاشور. مران استشفائي للاعبي النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي خاضوا مرانا استشفائيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، وكان الاهلي قد حقق الفوز امس الاثنين على نظيره فريق الرجاء باربع اهداف مقابل هدف واحد في مباراه مؤجله من الجوله الثالثه بمسابقه الدوري الممتاز. يستعد الفريق لمواجهه النجم الساحلي الاحد المقبل ان شاء الله على ملعب برج العرب في اياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. يعني خبر حلو شوية أهو. عبد الله السعيد ووليد سليمان جاهزين إن شاء الله للقاء النجم الساحلي، جهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري أكد على جاهزية عبد الله السعيد ووليد سليمان لمباراة النجم الساحلي. وتعافى السعيد من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الذهاب أمام النجم، بينما تعافى وليد سليمان من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز. أكد البدري أن الجهاز الفني جاهز لكل الاحتمالات لأن الإصابات أمر طبيعي في كرة القدم، وعلى المدرب أن يجد بدائل للاعبين الغائبين، مشيرا إلى أن الأهلي يملك بدلاء جيدين في حالة غياب أكثر من لاعب مهم أمام النجم. كمان شريف إكرامي جاهز لمواجهة النجم الساحلي. طارق سليمان مدرب فريق النادي الأهلي لحراس المرمى قال إن شريف إكرامي جاهز لخوض مباراة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وأوضح مدرب الأهلي أن إكرامي تعرض لآلام خفيفة في العضلة الضمة خلال مباراة الاتحاد، والكشف الطبي أثبت معاناة اللاعب من الإجهاد، لذلك كان القرار بإراحته، ومن المقرر لعب مباراة الرجاء أو يعني راحته من مباراة الرجاء وإشراك محمد الشناوي. طبعا في فرق بين إجهاد في العضلة الضمة اللي تعرض له شريف إكرامي وتمزق في العضلة الضمة اللي تعرض له حسام عاشور، فرق كبير جدا. الإجهاد يعني بيحتاج 3-4 أيام بالكتير قوي قوي، لكن التمزق ده يعني حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة قوي، والدخله بتاعت حسام ما تجيش فيها تمزق خالص. لكن الحمد لله، مش عايز اقعد بقى اتكلم ونفتكر الاصابه دي. احمد عادل عبد المنعم
هيغيب عن المران بسبب او غاب عن المران بسبب نزله برد. غاب احمد عادل عبد المنعم عن مران اليوم بسبب نزله برد. الف سلامه عليك يا ابو حميد. كابتن حسام البدري بيعقد محاضره فنيه للاعبين. عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول محاضره فنيه قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء، استمرت لمده 20 دقيقه. وشرح البدري خلال المحاضرة بعض الجوانب الفنية التي سيركز عليها الفريق في التدريبات قبل مباراة النجم الساحلي. أكيد حضراتكم عارفين طبعا أهمية هذه المحاضرات الفنية اللي بيعقدها المدير الفني مع اللعيبة، يبين فيها بقى هيبقى شكلنا إزاي من غير حسام عاشور، اللعيبة اللي ممكن يعتمد عليها إيه، هيبقى شكل الخطة الفنية أو الشكل العام اللي هنقابل بيه فريق النجم الساحلي. بعض يعني او معظم المدربين دلوقتي ما بيحطوش خطه يوم المباراه، الخطه بتتحط خلال الاسبوع بداوا يتمرنوا عليها يوم والتاني والتالت لغايه يوم المباراه ان شاء الله يكونوا حافظين هم هيعملوا ايه بالظبط. فاكيد المحاضرات الفنيه بتبقى مهمه جدا جدا. للنادي الاهلي قبل مباراه مهمه قوي. مباراه النجم طبعا مباراه بينتظرها كل العشاء الاهلاويه. خلاص احنا نسينا كل حاجه دلوقتي، كل تفكيرنا دلوقتي هو مباراه النجم بس. احنا قلنا خلاص السعيد وليد سليمان بينتظم في تدريبات النادي الاهلي الحمد لله. كابتن حسام البدري بيقول ان الجمهور سيكون عاملا ايجابيا في مباراه النجم. كابتن حسام البدري المدير الفني للاهلي قال ان قرار الامن بالموافقه على 50,000 مشجع سيكون عاملا ايجابيا في لقاء النجم الحاسم. اكيد 50,000 زي ما حضراتكم شايفين يعني حاجه حلوه قوي، يعني كنا 20 بقينا 30 بقينا 50 ان شاء الله الاستاد يتملى عن اخره، واحنا كنا كمان متوقعين اكتر من كده كمان بصراحه، بس يعني الحمد لله. كابتن حسام كمان قال انه بيثق في حب واخلاص جماهير الاهلي، ده شيء مفروغ منه كابتن حسام، ودعمها للفريق وزحفها بقوه للملعب من اجل مؤازره الفريق وتقديم الدعم والمسانده للاعبين. وتمنى البدري ان يكون التحكيم عادلا خلال لقاء برج العرب وان ان يقوم الحكم بمنح الحقوق لاصحابها. جمهور عامل مؤثر قوي، دايما بقول ان الجمهور بيطلع الحاجه اللي ما يعرفش اي حد يطلعها، حتى المدير الفني. يعني مهما كان بنشوف برشلونه الماتش اللي لعبلوه ببرشلونه ميسي ويعني والرجاله كلها اللي هم ما لهمش نسخه ثانيه في العالم، شفناهم في ماتش في الدوري من غير جمهور قلنا مين دول؟ يعني انت تشوف كده تحس ان الموضوع اساسا ماتش ودي جمهور يعني ما جسد بلا روح بصراحه. ان شاء الله الاستاد يتملى عن اخره ان شاء الله. بس الجمهور طبعا اكيد انتوا عارفين، يعني انا بفكركم بس مش عايزين نستعجل، احنا لسه بدري على المباراه لكن مش عايزين نستعجل على فرقتنا خالص، احنا عايزين هدف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، زي ما كنا واثقين في ربنا ان هو يفرحنا كشعب مصري من خلال المنتخب، اكيد برضه هيفرحنا هيفرح جمهور النادي الاهلي من خلال البطوله الافريقيه. احنا عايزين هدف ان شاء الله، ربنا كلنا ثقه فيه ان هو يفرحنا باكثر من هدف باذن الله. معسكر مغلق للاهلي استعدادا للنجم الساحلي. قرر الجهاز الفني للاهلي بقياده الكابتن حسام البدري الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بمدينه برج العرب استعدادا لمواجهه النجم الساحلي التونسي والمقرر لها الاحد المقبل باذن الله. جاء قرار الجهاز الفني حتى يصل اللاعبين الى اعلى مستوى من التركيز من اجل التاهل الى المباراه النهائيه. ويكفي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم من منذ قليل الفوز بهدف واحد للتاهل. الاهلي ان شاء الله اللعيبه اكيد حاسين بالمسؤوليه، انا بحس ان اللعيبه بتلعب الماتشات اللي فاتت دي ودماغها في مباراه النجم. ممكن حسام عاشور من كتر تفكيره ما اللي حصل ده استحاله، يعني اللي حصل لحضراتكم المنظر اللي انتوا شفتوه ده هو للاسف، يعني انا بتكلم يعني هي بتفرض عليا الكلام، الاصابه استحاله تكون اصابه طبيعيه، اصابه اجهاد ذهني، لان دي دخله عاديه سند برجله اللي جت فيها التمزق الرجل الشمال اعتقد. فالتركيز او الاجهاد الذهني واخد من حيز اللعيبه شويه، عايزين نهدى شويه كده وان شاء الله كلنا ثقه في لعيبه الاهلي ان شاء الله تجتاز هذه المباراه وتجتاز هذه البطوله كمان وتفرح جمهور النادي الاهلي. طيب ناخد محمد سعيد مراسلنا الجميل. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. عامل ايه؟ خير الحمد لله. الحمد لله. طمني بقى على المران بشكل فني
والدنيا كانت عامله ازاي بصفه عامه قبل ما ندخل في التفاصيل. طيب بشكل عام تقدر تقول من النهارده الكابتن حسام البدري خلاص حدد بقى الملامح المرحله القادمه وبدا يفكر في مباراه النجم الساحلي بنسبه تركيز 100%. حلو. خلاص ترقى مباريات المحليه وكان شايف ان مباراه الاتحاد ومباراه الرجاء هي افضل استعداد لمباراه النجم الساحلي ولقاء الاياب. فابتدى النهارده يحضر اللعيبه ما بين اللي شارك امبارح في مباراه الرجاء ومحتاج النهارده راحه واستشفاء، وما بين اللي شارك في مباراه امس ومحتاج النهارده يزود معدلات اللياقه البدنيه فاداله تدريب فردي في الجري حول الملعب. والمجموعه اللي كانت خارج مباراه الرجاء النهارده عمل لها تقسيمه جماعيه وكان في تدريب فني تخصصي على بعض الجمل التكتيكيه والتدريب على بعض الالعاب او يعني الجمل الفنيه اللي ممكن تشوف منها لقطات في مباراه النجم الساحلي. تمام. واللي اكد اهميه هذا التدريب ان شارك فيه عبد الله السعيد ووليد سليمان وهشام محمد. طمني على عبد الله السعيد طيب الاول كده عشان اخدك واحده واحده عشان ما نروحش بعيد، طمني على عبد الله ووليد في التمرين. طيب اولا مشاركتهم في تدريب النهارده ما ياكدش ان هم خلاص موجودين في مباراه النجم الساحلي. يعني حسن ما اتكلمت مع الدكتور خالد محمود واللي شفته في ملعب التتش النهارده هو تدريب تدريجي، يعني بينزلوا في التدريب مرحله مرحله. تمام. تمثل الشفاء بنسبه، لكن الجاهزيه الفنيه والبدنيه مش هتتضح الا على يوم السبت. النسبه كام يا محمد؟ لا مفيش نسبه واضحه، لان النهارده حتى وليد ما شاركش في التقسيمه كامله. عمل جزء بدني مع الكابتن طارق عبد العزيز والكابتن انيس الشعلالي وبعد كده شارك في التقسيمه الجماعيه. عبد الله السعيد نفس المساله. حتى مشاركتهم في التقسيمه بمراحل ومش بنفس القوه، لو يعني سلام بنسبه 100%. فالمشاركه التدريجيه وامكانيه مشاركتهم في مباراه النجم مش هتتضح الا على يوم السبت. تمام. وده يعني ده حتى الجهاز الفني بيشتغل عليه مرحله مرحله معاهم، لكن تمام. تقدر تقول انك في تفاؤل ان شاء الله يكونوا موجودين. في تفاؤل طبعا، لو عبد الله السعيد النهارده بنتكلم في الثلاث او الاربع لسه ما نزلش ملعب يبقى في صعوبه، لكن متواجد مرحله مرحله بيبقى في امل باذن الله انه يكون موجود. حلو، نكمل بقى. تمام. ده بالنسبه لعبد الله السعيد ووليد سليمان، يعتبر الاثنين الحاله واحده يعني. بالنسبه لهشام لسه مركب طبعا الجبيره او الكسر اللي كان موجود في ايده، بيشارك في التدريبات لكن برضه في تحفظ طبي على مشاركته بشكل قوي جدا في المران، لان كمان الكابتن حسام بيحذر اللاعبين للالتحامات القويه ان هم يحافظوا على بعض رغم حاله الحماس الكبير جدا جدا عند الفريق بالكامل لمباراه النجم الساحلي. شريف اكرامي اطمنك عليه، النهارده كان متواجد في المران الجماعي. شريف اكرامي جاهز لمباراه النجم ان شاء الله. اتمرن النهارده مع محمد الشناوي، هو تعذر بس وجود احمد عادل رغم ان هو حضر لملعب التتش لكن ما نزلش في المران الجماعي، يعني كان عنده رزل برد ففضلوا ان هم يريحوه النهارده واحتمال يريح بكره او ممكن ينزل بكره. تمام. اكيد يعني. تمام. ده بشكل عام حاله معظم اللعيبه اللي كانت غايبه. حسام عاشور أكد لك إن إصابة حسام عاشور يعني للأسف هتاخد حوالي أربع أسابيع شهر. لأن الأشعة أثبتت مزق في العضلة الخلفية في العضلة الضمة. وبالتالي يعني الدكتور خالد بيقول إداله يمكن النهارده حتى كتب لعاشور على بعض الأدوية والمضادات الحيوية اللي هياخدها ابتداء من النهارده، ويعني قال مبدئيا ممكن خلال أربع أسابيع بإذن الله ممكن يكون جاهز. فإصابة عاشور للأسف يعني مزق الضمة إمبارح جايه في توقيت حساس وتوقيت مهم جدا، لكن هي الظروف يعني خارجه عن اراده الجميع. فاكيد الجهاز الفني هيحضر لها خلال المرحله القادمه، لكن لو بتتكلم بقى عن تجهيز للمرحله الجايه والشكل ازاي المرحله الجايه تقدر تتكلم عن بقى تجهيز اللاعبين. ده هيبدا كله من بكره لما يكون العناصر كلها بتشارك في التمرين الجماعي، لان النهارده كان زي ما انت عارف كابتن ميدو الفرق اتقسمت لاكثر من جزء، مجموعه شاركت في مباراه امس اللي كان فيها تدريب استشفاء لوحدها، مجموعه كانت ما بتشاركش امبارح في الماتش، فبالتالي كان لها تقسيمه جماعيه. لكن بكره ان شاء الله الساعه 4:30 في التمرين المسائي هيكون كل اللاعبين متواجدين في المران خلاص والعد التنازلي لمباراه النجم الساحلي يا كابتن. يعني يا محمد ما حدش برر اصابه حسام عاشور اللي هي اصابه غريبه جدا دي، ما حدش بررها، الجهاز الفني ما بررهاش، حسام نفسه ما سمعتش منه ازاي اتصاب، كان في دماغه ان هو يتصاب الاصابه دي، الدكتور نفسه كمان الدخله يا محمد واللعبه استحاله تجيب تمزق في العضله الضم. بص يا كابتن ميدو انا اتكلمت مع عاشور قبل التمرين، اولا بس عاشور عايز اوصل رساله ان هو يعني هو مش موفق خالص ان يلعب قدام النجم الساحلي. هو بالزبط. فكرني وقال لي انا ما كنتش موجود في مباراه الذهاب. بالظبط للاسف. حتى سعد سمير كان قاعد معانا فبيقول لي هو واضح ان النجم ملوش يعني ملوش نصيب ان يشارك امام النجم، يعني حتى كان بيتكلم مع عاشور بيرفع المعنويات وقال له هو النجم ملوش نصيب ان يشارك امام النجم، يعني يعني في اشاره ان حسام عاشور طبعا احد نجوم الفريق فحظه السيء ان هو ما يشاركش في التقايم. ده سعد سمير؟ سعد سمير يعني انا حتى كنت بتكلم مع عاشور وكان موجود معانا سعد، فحتى سعد حتى يعني انت عارف ابتسام سعد دايما ليه افيهات كده ظريفه، فقال لعاشور
هو النجم ملوش نصيب ان يشارك في مباراه النجم لا في الذهاب ولا في العوده. فطلعت عاشور هو مندهش جدا من الاصابه، يعني قال لي انا حركه لا اراديه داخل بحاول اقطع كوره في وسط الملعب، لقيت سمعت تطرقعه بشكل كبير ما اعرفش اسبابها ايه، هل ارضيه الملعب النجيله الثقيله، لا يعني هي الاصابه بصراحه يعني مش مفهوم لها اي وصف خالص اي تفسير خالص خالص خالص. فعاشور نفسه هو قال لي نصيب، بدليل ان مباراه الذهاب نفس القصه بتمرن في تونس وجت اصابه، يعني منعتني ان انا اشارك وكانت كدمه، ورغم ان الكدمه دي مثلا ممكن توصل لاي تحصل معايا لعيب في التمرين لكن يقدر يشارك، لكن حصلت معايا كدمه منعتني عن ماتش الذهاب. ممكن يكون ربنا يعني مقدر لي خير في المرحله الجايه، انا مش قادر، لكن هي الاصابه بحد ذاتها هو بصراحه عاشور مندهش جدا منها وزعلان جدا جدا من اللي حصل اكيد مش عارف بقى ارضيه الملعب بحرقه لا اراديه بفتحه الرجل مثلا، انا يعني انت عارف يا كابتن ميدو انت لعيب كوره كبير وفاهم يعني الاصابات بتبقى ممكن ما تكونش بتلعب وبتشارك في التمرين ولا اي حاجه وتحصل لك اي حاجه. هو فعلا فعلا فعلا، بس انت عارف يا محمد الوقفه والدخله وكل حاجه في اللقطه اللي احنا شايفينها، احنا بنعرض اصابه حسام عاشور او اللعبه اللي اتصاب فيها وانت بتكلمني استحاله تجيب اصابه. ده اللي يعني هو الاشاعه النهارده يعني الجهاز الطبي بالامس يعني كان بيمني النفس كده ان الاشاعه ان شاء الله تثبت ان هي حاجه خفيفه. لا لا حسام عاشور اصلا ما بيقعش كده يا محمد، حسام عاشور لما بيقع اعرف ان هو هيغيب شويه. ما هو انت عارف لقبه المعروف داخل الفرقه المسمار، يعني ما يغيبش عن الفريق الا الشديد القوي او الاصابه اللي فعلا تمنعه. ربا يعني ما تعرفش الضرات النافعه الفتره الجايه ممكن يكون الهدف يعني ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويكون شايل خير لعاشور باذن الله، لكن هو خلاص تاكد غيابه عن مباراه النجم الساحلي وحتى هو والله يعني حتى هو برغم ان غيابه متاكد عن مباراه النجم وانا معاه كان بيسال والله الجهاز الاداري والدكتور الفرقه هتسافر معسكر امتى ان شاء الله احنا رايحين اسكندريه رايحينها امتى يعني لا 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 في حاله معنويه كبيره جدا أكيد. ولو تفتكر نفس الحاله اللي شرحتها لك لو ما قلتها لك قبل مباراه الترجي التونسي وقلت لك الكابتن حسام هيفكرنا باداء امام الترجي زي اللي حصل في 2012 انا شايف نفس الثقه ونفس الحاله ونفس التحدي عند اللعيبه ان هيعمل مباراه كبيره جدا على النجم الساحلي ان هو شايف ان البطوله دي السنه دي قريبه جدا جدا من النادي الاهلي فصعب التفريط فيها خلاص وانت يا رب داخل على الرمك الاخير يا رب يا رب يا رب يعني يا محمد انت بتتابع التمرين باول في اول على طول يعني ودايما يعني الناقص بس انت تتمرن معاهم يا محمد يعني شايف مين اللي هيكون بديل لحسام عاشور؟ هي مساله غير محسومه لكن كابتن حسام في مباراه الامس لما سمعت التغييرات قال انا تغييراتي كان فيها تفكير في مباراه النجم فمن خلال تصريحات الكابتن حسام وتفكيره امبارح يعني احنا امبارح شفنا في الملعب في السلام الاول ادى يعني قام عمرو السولان يسخن عشان يبدا ينزل وبعد كده كابتن حسام يعني لا افكر في مباراه النجم فقال لا اريح السولان خوفا عليه ان لا قدر الله يتعرض لمشكله كبيره طبعا فقال يعني رامي ربيعه شارك في المركز ده من فتره وكان بيأدي فيه بشكل كبير جدا فعمل تغيير تكتيكي في الملعب دخل محمد نجيب مكان عاشور ونجيب لاعب ايوه تمام 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 ولعب رامي بجوار احمد فتحي فيمكن ده الاقرب لكن في الاول والاخر من هنا ليوم الاحد ممكن الجهاز الفني هيشوف رؤيه ثانيه هيستقر على نفس المركز ان رامي يلعب ديفندر مش عايزين نسبة الاحداث ان ممكن الجهاز الفني يفاجئنا ويفاجئ النجم الساحلي تمام وكليه تكتيك مختلف لكن من خلال الكابتن حسام لا شايفين ان هو بيفكر في اللعيبه في عنده مرونه تكتيكيه في اختيارات بعض اللعيبه في بعض المراكز فممكن ان شاء الله يكون المركز ده خاصه كمان ان احمد فتحي هيغيب فيعني نتمنى لهم التوفيق يا رب في اختيار يعني البديل المناسب في هذه المباراه. يا رب. سعد سمير نزل التمرين النهارده؟ سعد سمير من اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس فالنهارده جري خفيف كده جريتين حول الملعب بعد كده استخدم بقى الثلج والجلسات الاستشفاء لان واحد العناصر طبعا اللي كانت شاركت امبارح في المباراه كامله يعني نزل عادي يعني التمرين كده ولا كان ليه مطالب قبل ما ينزل؟ نعم يا كابتن كان نزل عادي التمرين ولا كان ليه مطالب؟ اصل انا يعني سامع ان سعد ليه مطالب بعد الجون اللي جابه امبارح ده قال لك لا انا ليا مطالب وليا حاجات كده. ما انا عايز اقول لك برضه هو على دكه البدلاء قبل ما ينزل التمرين كان زمايله بيتكلموا معاه فسعد قال لهم يا جماعه الجون ده مش اي حد بيجيبه يعني. ما انا عشان كده بتكلم هو نزل التمرين عادي يعني تواضع ونزل التمرين معاهم عادي؟ هو نزل التمرين عادي بس هو قال لهم الكلمتين على الدكه وخلص خرج اللي جواه قال لهم يا جماعه برضه الجون يعني مش اي حد الكره لما تنزل كده مش اي شوطه تخش يعني ما وبعدين بالراس بتيجي بالرجل بتيجي لا لا ده طلع حريف قوي محمد بصراحه يعني راموس فعلا لا لا سعد من اللعيبه المميزه جدا وبعدين برضه يعني من الافيهات اللي حصلت النهارده في التمرين وهو بيتكلم مع عاشور يعني بيقول له مثلا فرق كبيره ممكن لما يغيب عنها كريستيانو او ميسي تتاثر لكن عاشور ما فيش مشكله يعني ان شاء الله انا هعوض البديل ف
فهو دايما يعني الافيهات سعد بتضفي مزيد من وده مطلوب على فكره جوه الفرقه يا كابتن. طبعا 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 مطلوب، ربنا يكرمه ويستاهل، هو يستاهل واصلا يعني قلبه ابيض جدا. يا رب يفرحنا ان شاء الله بهدف زي كده او حتى اي هدف ان شاء الله يوم النجم باذن الله. ان شاء الله خير وربنا يوفق الفريق، ومرحله مهمه جدا، وان شاء الله جمهور الاهلي يكون العامل رقم واحد في تاهل الفريق باذن الله في المباراه دي ان شاء الله. محمد سعيد مرسلنا الجميل، شكرا جدا ليك. دي كانت يعني اخبار التمرين النهارده، كان مع محمد سعيد. تعال نتكلم على ماتش امبارح كده في نقاط بسرعه. اجايي بيسجل الهدف الثاني ليه على التوالي. اجايي انتوا عارفين اول مباراه سجل فيها، طبعا ده احصائيه عملها لي فريق السوشيال ميديا مجدي فوق، بصراحه عامل احصائيه حلوه قوي. بيسجل هدف قدام الاتحاد امبارح، وكان اول هدف سجله رسمي مع النادي الاهلي كان برضو قدام النادي الاتحاد. اجايي الثاني هدف على التوالي في هذه المسابقة. أول هدف طبعا أنا قلت له كان مع الاتحاد، وثاني هدف برضو ليه كان مع الرجاء امبارح. طيب أزارو والأسيست اللي عمله، ناس كتير قوي قالوا أن أزارو كان خايف، وناس قالوا أن أزارو عمل الصح. طيب حضراتكم حاسين إيه الإحساس اللي أنت حسيتوه؟ هو ده كان الصح، أن هو أزارو كان خايف يتعامل مع الجون، فقال أن أنا أضمن الاول ان انا ابدا اعمل حاجه ايجابيه زي ما بعمل ايجابيات. لكن خلينا يعني نرجع باللقطه شويه تاني كده يا بيبو لو سمحت. خلينا نقول لازارو مهما الناس اختلفت عليه، لا هو مهاجم، ومهاجم جاي وجاي بقوه كمان. ازارو ثانيه واحده، ازارو عمل تحرك صعب جدا، او تحرك ما بيعملوش غير فيرود، اللي هو بيروح واخد المساك ونازل بيه، اول ما ياخد خطوتين مساك ما بيلحقوش تاني، بيروح لافف هو ازارو رايح على الجول زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب الطبيعي ان ازارو يحط الكره دي جون، الطبيعي. لكن في ظل حاله النحس اللي ملازماه، لا انا اضمن ان انا اديها، ان انا كده عملت اسيست، وان شاء الله اللي بعد كده اجيب انا جول. حتى الكره اللي جات له بدماغه، معلش يعني يا جماعه انا عارف، لكن ازارو مهاجم متميز، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله جاي. حتى هو يعني الناس كانت بتترجم بيقولوا لا مؤمن، بيقول له كنت حطها انت، الكلام ده ما حصلش اصلا، مؤمن ما قالوش كده. يعني هو ازارو بينعي حظه، ازارو عايز يعمل حاجه اللي هي الجول، بيعمل كل حاجه ناقصه الجول. ان شاء الله ان شاء الله كل استوديو هقول ان شاء الله ازارو يجيبه، ان شاء الله هيجيب. لكن اسيست حلو قوي، يعني بنشوف الكلام ده في برشلونه، بنشوفه. لكن الطبيعي ان ازارو كان يحطها جول، هو عمل اللي هو المضمون قوي اللي ما حدش ينتقدني عليه. ممكن احطها بقى تيجي في الجون، تيجي في ايد الجون، تيجي في العارضه، فانا احطها لاجاي يجيب جول، وانا كده ابقى عملت اسيست، اخد ثقه في نفسي شويه، وان شاء الله احط جوال بعد كده. مؤمن زكريا بيسجل الهدف الاول ليه في الدوري، برضو دي احصائيه. سعد سمير برضو اول هدف ليه في الدوري السنه دي بتكلم. الاهلي سجل 7 اهداف بست لاعبين، دي حاجه حلوه قوي يا جماعه، يعني ان انا اسجل 7 اهداف بست لاعبين مختلفين دي حاجه حلوه قوي. سجلنا في طلائع الجيش احمد الشيخ، سجلنا في الاتحاد باجاييه وحسين السيد، ادي 3 لاعبين. سجلنا في الرجاء باحمد فتحي جديد عليهم، مؤمن زكريا جديد عليهم، بقى كده 5 لاعبين. اجاي للمره الثانيه وسعد سمير، يبقى كده 6 لاعبين سجلوا، منهم سعد سمير مدافع، منهم احمد فتحي مدافع، منهم حسين السيد مدافع، في حاجه حلوه، 3 مدافعين بيسجلوا 3 اهداف من 7 اهداف. يعني ده دليل ان في حاجه كويسه قوي. احمد فتحي هو بيحب يلعب ديفندر، بيعرف يسدد كويس قوي، بيجري كويس قوي، بيلاقي له متنفس ليه، لان انت عارفين الناحيه اليمين او الناحيه الشمال بيبقى ليها حدود، يعني بيبقى ليها خط. لكن نص الملعب بجري، بروح يمين شمال، بغطي، بدافع، بهاجم، بشوط، بقطع. احمد فتحي دايما بيجيب اجوال وهو بيلعب ديفندر. يعني بنفكر بس الناس، شفنا شوط، شفنا فيه تعليمات بالشوط، ان شاء الله يبقى حل من الحلول. وان كان طبعا احمد فتحي هيغيب عن لقاء النجم الساحلي. صالح جمعه لعب 60 دقيقه ولا اروع من كده، معلم. يا رب يا صالح تفضل كده معلم، وتفضل صالح وجمعه ان شاء الله. دي كانت اهم الاخبار بتاعتنا، واهم النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، اهم النقاط بتاعت ماتش امبارح. قلنا كسبنا وخسرنا حسام عاشور، ان شاء الله الاهلي قادر يعوض. معانا اسئله كتير جدا الناس سالاها، هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام، الكابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي ونجم مصر، كابتن ضياء عبد الصمد نجم مصر، هيشرفوني بعد الفاصل.
حضراتكم من جديد. يعني انضم لي نجوم الاستوديو بتاعنا النهارده كباتن كبار نجوم مصر نجوم النادي الاهلي كابتن كبير كابتن شريف عبد المنعم منور. كابتن اهلا بيك كابتن. عامل ايه؟ انت اللي منور. كله تمام؟ الحمد لله. حاسه بتصغر مش عارف حلو. الله اكبر يا كابتن. انا ماسك الخشب اهو. انا كنت انا ماسك الخشب اهو. ايضا نجم جميل نجم النادي الاهلي السابق كابتن ضياء عبد الصمد. اهلا بيك كابتن. ازيك يا كبير ربنا ينور الدنيا. نورك يا حبيبي ربنا. ومعلش باد لك بقى في مأموريتك في نادي الشرطه. لا مش لك ولا حاجه، هي كانت رغبه يا برضه يعني، لكن الامور مش مستتبه هناك كويس، وانت عارف ان الكوره بين قوسين كده فلوس اكيد وامكانيات اكيد، فهي مش موجوده، هي منعدمه دلوقتي في الفتره ديت. فالحمد لله على كل حال يعني، وربنا يجيب اللي فيه الخير ان شاء الله كابتن. ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. انا سعيد بس ده كله بقى ان انا مع الجان النهارده موجود هنا مع حبيب قلبي كابتن شريف. ده دي حاجه كده حبيبنا، ده حبيبنا حبيب كل ربنا يخليك كابتن ضياء عبد الصمد. ده كنت احب اتفرج عليه. حبيبي يا كابتن شريف، حبيبي يا كابتن شريف، منورين الدنيا حبيبي. ربنا يخليك ان شاء الله نعمل حلقه تكون كويسه كده ومميزه كابتن شريف. يعني مباراه الامس الاهلي والرجاء واربع اهداف مقابل هدف وخساره حسام عاشور. شفت خساره حسام عاشور؟ اه طبعا اصابه من طبعاً. اكبر الخسارات الموجوده وعدم مش عارف اقول لك ايه. بتفرج على الديفنس بتاعنا، ليه الديفنس بتاعنا خلى حسام عاشور يعمل المجهود ده كله عشان يجي له الضمه؟ ليه الناس مستعجله؟ ليه الناس حاسس انها قلقانه؟ ليه الناس ما بيلعبوا مع فرقه الحقيقه مش لاقيه نفسها يعني لسه بيبحثوا ان هم يدوروا على ان هم يبقى في تناغم او هارموني بينهم وبين بعض، او مدرب جديد يقدر يكتشف فيهم اي عوامل ان هم يهددوا اي فرقه. ليه احنا امبارح قلقانين من ورا يعني من الخلف من الدفاع من الدفاع؟ ليه انت قول لي، هل احنا كنا بنتفرج على فرقه مستسهله الامر؟ ده انا كنت قاعد معاك قبلها بكام يوم وبنقول احنا عايزين نهز الفرقه اللي جايه تلعبنا. بالظبط يعني عايزين نهز فرقه النجم الاسماعيلي بهيفي سكور. فاكر لما قلت لك بهيفي سكور يعني اربعه كان المفروض يبقوا سبعه وثمانيه وتسعه مع فرقه زي النادي الاهلي زي امكانيات اجاييه وهو بيستلم الكوره، صالح جمعه، مؤمن زكريا، الناس دي كلها اسماء. احمد فتحي موجود في نص الملعب النهارده امبارح في ارتياحيه في التصويب وبيجيب هدف. الناس تقدر تعمل لنفسها راحه نفسيه وهم جايين يلعبوا قدام النجم الساحلي. ففي حاجات يمكن انا حتى بعد الجون الرابع لما دخلت تبص على حسام بدري قاعد مش مبسوط من الجون اللي دخل فيه. ازاي طب ما بيخش فيها جون اميده في ماتش زي ده اكيد بهذا الشكل؟ وامال انا هعمل ايه بقى مع محطتين بتوع البرازيلي والتاني عمرو مرعي اللي هو عايز يثبت ان هو احسن واحد يقدر يجي النادي الاهلي ويقدر يجي منتخب مصر ويقدر يعمل الحاجات دي كلها؟ معلش احنا دخلنا جد شويه في اول البرنامج ده حلو حلو. احنا المفروض هنقول السلبيات كلها سخن يعني، انما انا حاجه مضايقاني امبارح ان انا وانا بتفرج على الديفنس مش مبسوط. بس هو اصابه حسام عاشور يا كابتن شريف يعني ليها سبب؟ لا هي حاجه لو ممكن نعرضها تاني يا جماعه، حاجه مش متوقعه. هو مجهود بيتعمل، انت شفت الكوره في نص الملعب هو بيمد رجله بيمد رجله عشان في ارتياحيه في اللعب. في ربيعه امبارح كان بلاي ميكر بيطلع ويخش، مفيش اي حاجه، مفيش عندنا ده. ده احنا مستريحين قوي، ده احنا بنستلم الكوره بناخدها 1 2 1 2 1 2 سلم مستلم سلم مستلم ابداء اديها يمين ولا اديها شمال ولا اديها. عندي حريه كبيره قوي امبارح لكشف. هم ما لقوا بقى ايه الحكايه سهله يمكن، وده فاول كبير قوي في الماتش امبارح. هنكسب هنكسب، ما طمعوش لنفسهم خصوصا ان الراحه النفسيه في الراحه النفسيه. بص الراجل عمل ازاي كمان يعني بص يعني هي الفتحه حاجه غريبه جدا، مش فاتحه ولا حاجه، ان هو طبيعي ده حسام عاشور قبلها هتلاقيه بيعمل خطوتين سرعه عشان يمد رجله ياخده. طيب ده لو طب دي يا كابتن ضياء دي انا يعني انا عارف مقتنع بكلام الكابتن شريف ان مش مستاهله ان انا ادخل كده ومش مستاهله ان انا ابذل مجهود كبير، لكن دي طبيعه لعب واحد. بس اقول لك دي ملهاش علاقه تماما بان الماتش عارف لو في تقسيمه هيعمل كده هيعمل تاكلينج يا كابتن ويطلع متعور. كانوا بيتخانقوا مع بعض في الاربعه لو تذكر يا كابتن شريف ان حسام وابراهيم كان في فتره من فترات كان النادي الاهلي النجيله بتاعته مفيش نجيله، النجيله الشتا كان بتبقى بايظه خالص. تخيل يا كابتن تكاليف يا ليه سته ستارز يا كابتن المونيا. لو بنعمل تقسيمه مع الدرجه الاولى كابتن جوري لما كان بيحب يشد الفرقه. انا عايز اكلمك على طبيعه اللعيب حسام عاشور واحد من الناس دي بالزبط. وحسام غالي واحد من الناس بالزبط. دي سته
ستارز المونيا في الجيل في النادي الاهلي دي في الملعب ده يا كابتن انت كان ده صداع غير عادي. بالظبط بالظبط. كانت جزمه باتك زمان يا كابتن شريف واخد بالك؟ انا لعبت بجزمه النعل بتاعها خشب اول ما لعبت في النادي الاهلي كان 6 ستارز يا كابتن ستارز خشب في مسامير. والله انا عايز لا انا بقول لكابتن ميدو ان الكلام دوت طبيعه لعب طبيعه لعيب لو في تمرين. بص يا كابتن التمرينه كربونه للمباراه. بالظبط. يعني هتلعب كويس. الله ينور عليك يا اخي. يعني هي دي المباراه يا كابتن. احنا امبارح ايه اللي متنشلنا ورا كده يعني. بص يا كابتن برضو انت هتلاعب فرقه كويسه وبرضو بروفا نهائيه وشبه تشكيل اساسي وشبه بروفا حقيقيه. انت عايز تعمل كل حاجه يا كابتن شريف. انت عايز تعمل وعايز تطبق وعايز وعايز وعايز. فكان من الطبيعي ان ممكن الشده الصغننه دي هي اللي تعمل الكلام ده. عارف يا كابتن هقول لك على حاجه. انا اتكلمت مع كابتن ميدو قبلها قلت له نفسي يعمل احلال لقصه حسام عاشور وسوليه في ماتش يحصل اي ظروف فنبتدي نعمل شكل حقيقة. هجومي خدت بالك؟ فقال لي هتبقى صعبه. قلت له صعبه كمان انا لو حليت الاثنين دول. عارف انت الأربعة اثنين ثلاثة واحد دي لو انت حليت الاثنين دول اربعه يا كابتن هتحله ازاي؟ هتحله هنعمل ايه في الماتش بتاعنا؟ لا ده هنرجع نفس الطريقه. هيلعب بالاثنين دول. هيبقى مين البديل اللي هيبقى بديل حسام عاشور او بديل السوليه؟ هيبقى ازاي؟ فجاتنا عند ربنا ان حسام عاشور لا قدر الله قلنا لو جرى اي حاجه جت كده وقلنا هنضطر نلعب 4 1 3 2 هيعملها كده غصب عنه انه عايز يكسب كمان هنا في مصر. فكنا بنتكلم انا وميدو في كل حاجه في السيناريوهات اللي ممكن تحصل حصلت منها في ماتش امبارح. الرجاء الرجاء في حته كويسه تتعمل كابتن شريف كمان ان كابتن حسام ما يعني ما دفعش عمرو السوليه بس ما هو قال ما هو ده نادى عليه وبعدين جاب واحد وبيني وبين كابتن انا لو مكانه كنت لازم اعمل القصه دي يعني برضو انا طبعا. مش انا مش حجازف لان انا خلاص يعني الاثنين الارتكاز اللي عندي اللي اقدر يعني ابني عليهم الفرقه يا السوليه يا حسام هو حس كمان يا كابتن ضياء يعني تكمله لكلامك هو حس ان ايه الاصابه دي انا لا انا في اصابات النهارده مش شكلها كده مش بتاعتنا بالظبط فخاف بقى على الرجاله اللي هم هي لا هي هي يعني, يعني الضمه دي طبعا انا مراجعه صعب مش قبل من اسبوعين ابدا لا حمل احوال يعني مش قبل من اسبوعين ولا قبل اسبوعين ده حاجه سلبي ظروف معينه دي ده انت عارف انك انت لعيب وده انت احنا من اكتر الناس اللي كنا بنتعرض للحاجات اللي بنعمل مجهود كبير وسبرنتات طبعا ده اساسي يا كابتن دي ليها علاج خاص وليها راحه ثلاث ايام وليها بعدين ارجع انا شويه بالالتراسونيك وشويه يمشي ما فيش وبعدين حمامات سباحه وبعدين العلاج المائي ده اهم حاجه الكلام اللي انت بتقوله ده لو احنا بنلعب يعني سوبر علاج هيبقى ثلاث اسابيع وربنا يكرمنا بس وتأهيل بقى والتشخيص كابتن تلاقي حاجه في المنشا لو في المنشا هتبقى صعب شويه تمزق بس مش في المنشا الحمد لله لا مش في المنشا وانس ان انا بمد رجلي وعملت رفعت ايدي فوق كده انا اللي حاسس بالنتشه اللي جت في لا انا بتكلم كابتن يعني ان شاء الله تكون الاصابه مش في منشا العضله لكن لو في منتصف العضله او في اي جزء من العضله بيقلل الزمن شويه في المنشا ايوه بس بص يا طبعا يعني انا بتكلم لعيبه كوره جامده جدا انا بتكلم المنشا فوق علاجه بياخد فتره صعب قوي فالحمد لله انها جت برده يعني اقدر اخف من الحمد لله رب العالمين يعني شوف الكوره اللي احنا بنتفرج عليها دي يا ميدو حاجه تبشرني بالخير ان لو حصل اي موقف ان شاء الله في ماتش نجم الساحلي في تصرف في حلول كتير يا كابتن في حلول اهو في ممكن زكريا بيفكر يحط ازاي شايف كرة ازاي يحطها ببطن رجله زي طلقه الناس تقول بوش رجله دي واخده بطن رجله مع وش رجله طبعا يعني ولو لف كمان كانت تبقى لو كمان هتبقى برازيليه اكتر يعني احسن من كده بكتير بالظبط انما الراجل اللي قاعد ده بيفكر بتهدله كل ال كل التخطيطات اللي هو حاططها واحنا بنتكلم في ان هو حسام الاساس يعني حسام الاساس واي حد بالظبط احنا بنتكلم عايزين نشوف الشكل الهجومي بتاعنا هيبقى ايه وميدو بقى يفتح علينا الباقي يعني بص شكل الكابتن حسام كان مش مصدق يعني مش مصدق بس لازم يا كابتن الحمد لله بص هجيب بقى الحته اللي انا ده انا خفت كمان انه يلعب سوليه سوليه هو بيسخن يكون جاله شد ولا ايه انا لا لا ايه اللي حصل يا كابتن ممكن يخاف انا قلت ايه اللي حصل لو نزل ممكن لا قدر الله يفكر فيها لا لا هو كان هينزله كابتن حسام وبعد كده زي ما حضراتكم حللتوها لا انا اصل انا بعتبر امبارح بص يا كابتن انا بعتبر بتفرج على المباراه امبارح بأمانة الله والله بعتبر انها مباراة عارف لما بتعمل استحواذ فرقتين ضد فرقة سي مثلا عندك 20 لعيب بتعمل مثلا 14 ضد 6 انا بعتبر انها امبارح يعني فعلا مباراة استحواذ اتقل على كورتي اشتغل على كورتي كويس قوي عندي بالظبط يمين وشمال عندي تحركات كتيرة جدا لكن انا فعلا هي الحتة اللي اتكلمت عليها كابتن شريف دي وانا فكرت فيها برضو كويس قوي الجول اللي دخل في النادي الاهلي هنجيبه ونتكلم عليه لازم يا كابتن لا لازم لا في ترحيل في شغل في الترحيل وشغل في الضغط
شغل في البريس لا في لا هو انا هقول لك الترحيل ده مشكله مصر يا كابتن ميدو على فكره معلش انا اتحداك كابتن مشكله عندنا الاجوان اللي بتدخل فينا من حتتين السرد باكين دي يا كابتن شريف واي باك من الطرفين دي بنسبه مليار في الميه وانا اتحداك يا كابتن هات لي اي جول ترحيل باك رايت او باك ليفت مع السرد باكين او لو حتى الباك مرحل كويس قوي الانسايد رايت او الوينج رايت او الوينج ليفت او الهاف رايت او الهاف ليفت ما بيكملش ورا الباك الباك بيبقى عنده مشكله كبيره جدا يبقى مع الطرف الشمال الوينج الشمال بتاعه ولا مع الراجل اللي ضامن من ورا السرد باكين دي مشكله الكره المصريه يا كابتن ميدو بالنسبه اقولها لك اهو قصدك المهاجم اللي ضامن ورا السرد باكين هو يعني لو الباك بياخده المفروض ياخده لا هو اللي جوه لا يا كابتن هو اللي جوه والتاني اللي بره لو في حد جه من بره يا كابتن بتاعت مين يا الهاف رايت اوكي او لونج رايت انت بتتكلم الكره مع الكره معانا ولا الكره مش معانا لا مش معانا هو بيتكلم مش معانا بيتكلم على الكره بيتكلم لو جولنا داخل فينا مش ترحيل طبعا بيتكلم لازم هو هو الليبرو الكره العكسيه الباك العكسي هو الليبرو ده مين اللي عامل القصه دي جوارديولا لو تتفرج على مانشستر سيتي بيخلي وولكر اللي هو الباك رايت هو اللي بيروح مع هازارد خدت بالك ويعمل ارتاحيه للاثنين اللي بيلعبوا ورا وبيعمل تقفيل وبيعمل تقفيل عشان لما تترد عليه هو بيبقى خايف جدا من الحاجات دي تو تاني كده بيبقى بص يا كابتن شريف مليون في الميه في انا بص ادي نمره واحد نمره واحد الوقفه غلط اولا الوقفه غلط ده نمره واحد كابتن بص هات من الاول كده كابتن بص معلول واقف ازاي بص معلول واقف ازاي لازم معلول يبقى كتفه في كتف اليمين بتاع اسمه ايه من الاول خالص بقى عشان تشوف معلول كان فين اصلا معلول ارجع ايوه اه معلول لازم ورا مين يا كابتن هو بيبص ورا مين المفروض هو ورا نجيب لازم ورا نجيب يا كابتن هو داخل متاخر بص كابتن رايح مندفع خلي بالك كمان دي بص يا كابتن شيفا رايح مندفع طبيعي لازم ترقص لازم قبلها بمتر يا كابتن عيني على الكوره وواقف هو اندفع بص خلاص ترقص كابتن خلاص ترقص واللي وقف عليها كابتن كمان ده وقف كمان على الكوره انا اقول لحضرتك ده لعيب كويس فعلا كابتن شريف هو معلول اتورط من وقفه نجيب نرجع تاني يا بيبو يعني هو الطبيعي زي ما حضرتك بتقولي الوقفه بص يا كابتن بص ارجع تاني وقفه واحد ارجع تاني للكره بتطلع مع ستة سبعة يا كابتن سبعة بس اقف بص يا كابتن وقفتنا ازاي بص مين سعد سمير اللي هو ناحيه اليمين ده مغطي الاوفسايد خالص تمام راح نجيب اللي ورا اخر واحد نجيب صح كده اللي على 18 نجيب اللي على 18 هنا ده نجيب لا انا بتكلم على اللي هو عند الباك رايت ايوه لعيب احمر عند الباك رايت اهو ايوه شايفه كابتن ده سعد اعتقد سعد ده اللي ورا؟ ده نمرة 2 من ورا سعد يا كابتن لا بص هنا ده محمد هاني اللي عندك فوق بص هنا اللقطة باينة أكتر يا كابتن بص هنا اللقطة باينة أكتر تمام ده أعتقد دي جارية سعد يعني طب وسعد اللي جابه هنا؟ ما تفهمش بقى ازاي؟ فهي كانت في لخبطة لكن نجيب كده واللي ورا ده هاني صح؟ اللي ورا ده كابتن هاني ده؟ اللي جاي له اللي رايح رايح ده هاني صح كده؟ هاني بالظبط كده فأنت عارف أنت ساعات لما بتقابل فرقة سهلة بتفك شوية طب هنقول حاجة معلش بص كده يا كابتن شريف ماشي بقى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يا كابتن على كام لعيب؟ بص يا كابتن ده سعد سمير برافو عليك برافو عليك ايه اللي واحد اوف ذا بوزيشن يعني الوينج ليفت ده طب ازاي تحقيق سبعة يا كابتن سبعة في ثلاثة بقى علي لو هم واقفين صح علي مش هيضطر يعمل السبرنت ده معاه وده اللي زعلني امبارح لازم علي يخش مهما كان يا كابتن اللعيب ده ولا معلش سوري لازم يبقى هو اللي جوه هو الليبرو كابتن هو كده مش ليبرو بص يا كابتن بص الدفاع انا على طول وبعدين اللمه دي مش اول مره مين الدفاع يا كابتن شريف ده طبيعي ها لا هو ليها سبعه معلم اللعيبه اللي كابتن شريف ليها سبعه بس كانت على الخط هناك الراجل احلامه برضه في ماتش اعتقد في افريقيا انت لما بتعلم لعيبه كابتن شريف بتقول له ايه؟ ما تروحش لما تروح مندفع على كوره بتعمل ايه حضرتك؟ قبلها بمتر او نص متر بتعمل ايه؟ تقف وبتاخد زاويه اللي بتوجهه خش يمين خش شمال انت عارف ان هو يعدي الحته دي بتاعتك انت لكن علي راح مره واحده يعني معلول راح وعلى طول بيروح راح فاتاخد خلاص ده وقف على الكوره يا كابتن هو سعد عوض بقى الراجل وقف على الجون عوضها ده جون عالمي ما شاء الله يعني خلينا احنا بنقول السلبيات يا جماعه علشان طبعا اكيد كلنا يعني مش عايزين ولا هفوه زي ما بيقولوا في ماتش النجمه يا كابتن شريف مش عايزين الكلام ده انت شفت انا دخلت سخن على الديفنس بتاعنا وازاي يخش فينا جون زي ده انا قلقان من الماتش الجاي ان احنا نتلط جون ولا لا ان شاء الله اوعى تقول كده اوعى تقول كده مش هقول كده انا وانت بنتكلم بشفافيه الكوره فيها كل حاجه لكن ان شاء الله كابتن هيبقوا مدركين الحته دي كويس برضه اللعيبه ليها سنس هم شايفين الرجاء خلاص يعني مستسلم جدا فهم ممكن يكونوا فكوا جدا لكن اكيد النجم مش هيبقى كده خالص كابتن شريف يعني اكيد الاحساس والتركيز والكلام ده كله اكيد هيبقى ما هو في مليون في المية هو باين احساسك لو انت نازل تلعب مع فرقه مغلوب منها 1-0 انا مش هقول 2-1 هقول 1-0 انا عايز جول يعني بالظبط دول سابقيني بجول
احساسي انا لما ببقى في النادي الخسران غير لما احساسي ان انا بلعب ماتش دوري مع فرقه خسرانه كل الماتشات ما خدتش ولا بونت وكمان فرضه عندي طبعًا ارتياحيه طبعًا. بقدر احقق فيها امشي بالكره صح ابص للجميل صح ما عنديش ضغط عليا جامد هنا الماتش الجاي لا انت عندك في كل حته في فرقه نجم الساحلي في كل موقع في كل خط في اثنين لعيبه كويسين فهتبقى عامل حسابهم وعامل حساب ان انت متاخر بهدف انت قلت على موضوع عمرو مرعي يا كابتن انا برضو معاك في حته عمرو مرعي ان هو عايز يثبت ان هو يكون حتى لو ما بيعملش حاجه يعني احنا الماتش اللي فات هو عمل ايه؟ عمرو مرعي كابتن معروف بالظبط هي دي المشكله يا كابتن هو بيعمل ايه؟ هو بيشخبط وبيجري وبيعمل انت فاهم؟ عمرو هقول لك حاجه يا كابتن في التمرين تشوفه دي حاجه غريبه شويه ما تلاقوش في التمرين زي ما في المباراه يعني في التمرين بيقل شويه يبقى كلم شويه لكن في المباراه بامانه الله يا كابتن ما بيقعدش ثانيه في لعيبه كده انا اول ما مرنت قلت له ما ينفعش كده عمرو زكي قال لي يا كابتن كده. انا كابتن ما تقلقش انا لعيب ماتشات قلت له لا قلت له لا دي نوعيه دي نادره يا كابتن انا زي بقول لك اللي بيحصل في التمرين بيحصل في المباراه اللي بيحصل في التمرين زي لعيبه ممكن لعيب يسهر بس بيسهر ويقدر يسيطر على نفسه لعيب تاني يحاول يسهر ما تلاقيهوش يا كابتن شريف بس انا مش عايز الدنيا تاخدني مع الراجل البرازيلي اللي هيلعب ضدنا بص لا 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 يعني انا مش عايز الناس تاخدني في حته وعمرو ده الاقيه بيستفيد من القصه دي لا 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 عايزين احنا نبقى عندنا حساب يا كابتن مليون عندنا ربيعه وسعد سمير شغالين زي حجازي كده وعلي جبر لما ظبطنا الحته دي في منتخب مصر شغالين وشايفين وفي ميكانيزم بيننا وبين بعض وفي تبادل ازاي هو لو هو بره اكون انا بغطي صح ما يبقاش في عشوائيه زي اللي انا شفتها دي اللي قلقتني امبارح زي ما كابتن ميدو قال كابتن برضه وانت قلت فرقه ما خدتش ولا بونت انت عارف كابتن الفرقه بتاعت رجاء امبارح عدد اللعيبه بتاعتها اللي لعبت المباريات كلها ما استقروش على تشكيل واحد يعني يعتبر من اول كابتن توفيق صقر ما كان ماسك وبعدين كابتن خالد القماش لما رجع من الحج وبعدين لغايه ما مسك كابتن عماد النحاس ما فيش 11 لعيب لعبوا مباراتين ورا بعض لملمت اوراق في 4-5 يعني ولسه انا لسه بكتشف يعني انا لسه بكتشف يا كابتن انا احط 11 واحد في فرقه فعلى ما اعتقد يعني ده هيكون معمول حسابه بالنسبه للنجم الساحلي باذن الرحمن ان شاء الله كابتن يعني ربنا ان شاء الله يعديها على خير لكن تعالى نتكلم في الايجابيات. تعالى يلا. ايه الايجابيات اللي حضرتك شفتها امبارح؟ شفت راحه نفسيه ان كل لعيب بتكتمل فيتك الفيتنس بتاعه في السرعات، يعني حتى وليد ازارو اللي احنا كنا بنقول عليه الناس كلها مش مبسوطه انه يلعب كره بالعرض، ليه الناس مش مبسوطه؟ احنا الهدف ان اي فرهد انه يروح انه يعمل كره عرضيه يجيب جول، يجيب جول، انتوا ليه عايزينه هو اللي يجيب جول؟ طب ما هو انت شايف بينطلق ازاي وبيوصل ازاي وبيهدد على طول القصه دي، فعايزين نبطل نغمه ان احنا الايجابيات ان الراجل ده بيجري وبيلف وبيسرق الباكات يعني انا بتفرج عليه كلاعب كوره مش بديله هيستوري عندي او تاريخ هو مضيع كام جون هو عمل ايه انا بديله بالعكس بديله الايجابيات اللي هو محطوط اجاييه بيتحرك في كل حته وبقى النهارده بيتعامل مع الكوره الحقيقه كان حد معرفه قديمه قوي بيباصي وبيطلع ناس جنبه وبيطلع الاطراف بدأت وبيطلع اكرم ودخل في فورمه جميله جدا صالح جمعه بيلم نفسه وبيشوف الدنيا ومحتاج لعيبه زي وليد ازارو كده اللي هو بيعمل السرعات الداخليه عشان يعمل اسيست ويعمل الثرو باس اللي بيعمله عبد الله السعيد انت خدت بالك امبارح كابتن شريف كابتن ميدو صالح عامل امبارح كام بيدور انت شفت لا التشيبس ورد تاني دوت ده بتاع واحد فاهم كويس قوي طبعا بس محتاج حاجه كابتن شريف انا كنت معترض بامانه الله على ان صالح جمعه يبتدي في ماتش مصر والكونغو اساسي او في اول تايم لظروف بتم عارف ليه يا كابتن طيب استاذنكم معايا تليفون الدكتور جلال كريفه يعني دكتور جلال كريفه يا جماعه نائب رئيس نادي النجم الساحلي وان شاء الله هيبقى رئيس بعثه النجم في القاهره اهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا كابتن ميدو وأهلا بالكباتن اللي معاك في الاستديو. كل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير كل سنة وأنتم طيبين مساء الخير. يعني إن شاء الله هتنورونا في القاهرة إمتى إن شاء الله أو في الإسكندرية على طول. يوم الخميس يوم 19 أكتوبر إن شاء الله الساعة 5:30 توقيت محلي نكون بمطار الإسكندرية برج العرب إن شاء الله. ان شاء الله تيجوا بالسلامه يعني رتبتوا كل اجراءاتكم ورتبتوا كل اموركم هنا في برج العرب ولا لسه ان شاء الله حد هيجي يرتب الاجراءات لا كل شيء ترتب وكل شيء حاضر كل شيء جاهز وان شاء الله تقوم الرحله يوم الخميس وكل الطاقه كلها مع بعض هنا في الطائره ان شاء الله وان شاء الله ربي وصلنا بالسلامه للاسكندريه ورتبنا كل ما هو لازم من الضعفه من فندق من اقامه من تمارين من اكل وشرب كله جاهز
ومتعاونين مع الاخوه والاشقاء في مجلس اداره النادي الاهلي، مشكورين على المنتجات، وان شاء الله ان شاء الله في ان شاء الله دكتور تيجوا تنوروا طبعا بلدكم الثاني مصر، ان شاء الله تيجوا بالف سلامه. يعني حضرتك شايف المباراه ان شاء الله تبقى شكلها ازاي؟ يا رب طبعا طريق يعني بفريقين كبيرين جدا زي الاهلي والنجم الساحلي. حضرتك شايف المباراه ازاي من وجهه نظرك؟ هو كابتن بعرف ان النادي الاهلي والنجم الساحلي من احسن الفرق الموجوده حاليا في افريقيا بدون تعصب، وهذا ما فرشتين كبار وعريقين في كرة القدم في افريقيا. والدور النصف النهائي وقرروها من احسن اربع فرق موجودين على الساحة، والنجم الساحلي والنادي الاهلي هذا الدور النصف النهائي المفروض يكون نهائي صراحة. اكيد انا بتفق معك. نهائي قبل الهوام، نهائي قبل الهوام. وبالتالي المباراة فيما شفته في كرة ما كانت سهلة على الفريقين، مش باش تكون سهلة الفريقين في برج العرب. هذا الدربي ما يخضعش لاي تكهن، وحظوظ الكل قائمه للفرقتين، وان شاء الله يتحكم في اعصابه ويكون جاهز اكثر هو الدربي. يا رب ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك يا دكتور، يعني ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الناديين الكبيران، يعني نادي الاهلي ونادي النجم الساحلي. لكن قول لي ايه اللي يقلق دكتور جلال، وايه اللي عندك الايجابيات اللي ممكن ترجح كفه النجم، وايه اللي يقلقك من النادي الاهلي؟ والله كل ابي خطك انا كل تعرف لما تكون في دور متقدم مثل هذا دور نصف نهائي ربي فرطان، اعرف القوات الافريقيه، يعني كل الفرق تتمنى تكون في كل الفرق تتمنى تكون فيها. اكيد. والنجم الساحلي يحوز على القاعده هذه، والنجم الساحلي فريق كبير، فريق عريق، متعود على الارقام، متعود على الافريقيه، متعود على الافريقيه. شوف الماتش متعود على المواجهات بين فرق المغرب العربي، مصر وقطر والجزائر وليبيا، يعني متعودين، وان شاء الله جاهزين وحاضرين، وان شاء الله في مصلحتك على الحمره يعني ينحط فريقي ويمر للدور النهائي. لكن بخصوص المباراه مش تكون سهله، وان شاء الله تتعدى الفريق يروح لرياضيه عاليه يا رب في تطبق كروي يشرف الاهلي ويشرف النادي الاهلي يا رب، لان العالم الكل بيتفرج علينا، فبالتالي كل واحد يقوم بمجهوده، وان شاء الله العرس الكروي هذا ينجح، ينجح تنظيميا، ينجح كرويا، ينجح في النهايه، في النهايه حظ سعيد لكل الفرق، واللي مش يقدر المولى سبحانه وتعالى احنا راضيين فيه، احنا على كل حاجه جاهزين، وان شاء الله يوم المباراه المهم المباراه يا رب ان شاء الله تيجوا تنورونا في بلدكم الثاني مصر، وان شاء الله تكون مباراه تليق بالفريقين الكبيران نادي النجم الساحلي والنادي الاهلي. شكرا جدا دكتور جلال كريفه نائب رئيس نادي النجم الساحلي. بتكلم في اطار المباراه، عايزينها تخرج تليق بمصر، تليق بتونس، تليق بالفريقين الكبيرين. يعني هنرد على المكالمه بتاعت دكتور جلال، بس نطلع فاصل ممكن؟ طبعا. نطلع فاصل ونرجع نشوف مع ضيوف الكرام الكباتن الكبار رايهم ايه في مكالمه الدكتور جلال كريفه نائب رئيس النجم الساحلي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم، معايا ضيوف الكرام كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ضياء عبد الصمد. كان معانا ضيف عزيز علينا برضه، شوشر علينا. يعني شفنا مداخله الدكتور جلال كريفه، راجل بيتكلم انه عايز يشوف مباراه كبيره. هي راجل محترم جدا، وانا كنت عايز اساله، انت شفت مباراه ال انا مش عايز انا الاولانيه ازاي والكلام ده؟ كنا عايزين نشوف بطن الزير فيها ايه. لا مش عايز بطن الزير، عايز عايز افكره بقى 1-0 نتيجه شايفها ازاي، واحنا 1-0 هنا. لا 2-1 هناك. لا يعني 1-0 هنا مش قصدي، انا كنت عايز اشوفه هو انبسط في الماتش اللي فات ولا جاي يعني مش مبسوط. انت تكسب النادي الاهلي باي نتيجه لو حتى نص جول، بس هو طبعا حد ذاته كبيره جدا. هو الحقيقه مكسبك للترجي هناك انا بالدنيا، وخلى الناس اكثر احتراما، خدت بالك؟ قال لك لا خلاص، احنا كل ما نعمل لهم الهرم بيسجد والبتاع، لا دول بيعدوا علينا. ف لما هم ناس كان عندهم هوسبيتاليتي، يعني عندهم لينا احنا كمصريين هناك. بالظبط. فتحوا حسن ضيافه، فتحوا الضيافه وفتحوا الملاعب وفتحوا التمرين وعملوا
طمأنينة واحنا ده احنا ام الكرم وده اللي بتمناه ان انت تبقى ابو الكرم هنا كمان ليهم ما يحسوش باي حاجه طبعًا. ودي من عادتنا ومن سماتنا احنا كنادي اهلي وكمصر كمان عموما يعني بالظبط. فالراجل اتكلم مبسوط انه جاي مصر، حسيت كده انا مش كده يعني حسيت ان هو مبسوط انه جاي، عامل زي ما انتوا بتقولوا نتيجه مش بطاله يعني بالنسبه له، تقدر تخليه يقعد شويه لغايه لما يجي فيه جون يبتدي يتحرك بقى زينا ونفرج زي ما دخل فينا احنا الجون. هي دواره يعني، هما فرقتين كويسين بصراحه، هما فرقتين يستاهلوا يوصلوا للدور ده بجد. وهو قال كلمه حلوه قوي، قال الاثنين نهائي مبكر، نهائي مبكر، وهم انسب ناس ان هم يكونوا في النهائي ان شاء الله. اكيد اكيد. كابتن دوا نرجع تاني للاهلي والرجاء عشان نخلص على الماتش ده خلاص، وابرز النقاط الايجابيه. يمكن احسن حاجه شفتها امبارح حته ال ان عايز اجيب جول بدري وبشكل معين، دي كانت موجوده. احمد فتحي كان في الحته دي شايف ان هو عنده حته اريحيه شويه في المكان دوت، شايف او هو بيحب يلعب في الحته دي، ان هو وهو بيهاجم شايف ان حد ممكن بيغطيه كويس، يعني مش حامل هم لما اطلع وازيد مين هيكون مكاني. ده هو كمان ممكن سيرد باك ولا حد، لا هو عنده يقدر يرجع، هو ما شاء الله هو يقدر يغطي نفسه قوي يعني. لا هو نفس نوعيه احمد فتحي، حسام عاشور، حسام غالي، نفس النوعيه دي، حتى طارق حامد حتى في الزمالك عنده يا اخي كانوا لغايه الدقيقه 24 مبسوطين بحسام عاشور في وسطيهم يعني. لكن بص يا كابتن شريف، طالما انت حاجه انت مدرب وحاسس حصل يا نهار اسود طبعا حاسس دي يا كابتن. انا يعني انا حتى الماتشات اللي فاتت كله طالع، كله طالع رايح على الجون، مش قلقان، ويبقى انت حاطط يعني شكل كده ان لما يحصل حاجه انت يكون مردودها ايه على طول وتخلص امتى بسرعه. فالحمد لله رب العالمين. انا شايف ان امبارح كان الشكل مش وحش، الشكل كان كويس، حته ان انا يدخل فيا جول في الدقيقه مثلا 10 او في الدقيقه 15. دخل في الدقيقه كام يا كابتن؟ نعم الجول دخل في الاهلي في الدقيقه كام؟ الجول في الدقيقة دخل 17 15 6 ايا كان 6 وكام ايا كان يا كابتن، مش اشكال. انا اقصد 6 وكام يا جماعه؟ بعدها كان ممكن الرجاء يستحوذ على الكره شويه، يطمع شويه هنقول في المباراه، لكن الاهلي بهدف سعد سمير خلص على الدنيا كلها وبدا يمسك الكوره. انا بقى كان نفسي كابتن اشوف حاجه اكتر من كده، اكتر من الايجابيات اللي شفناها امبارح، اللي هي امسك كوره كتير قوي على الارض، اشتغل مجاميع، يبقى عندي لاين كده كامل، هاف وباك وينج بمساعده مثلا وليد ازارو او اجاي لما يبقى موجود تحت، او احمد فتحي. دي 54 يا كابتن، في الدقيقه 54 يعني في الدقيقه 15 تقريبا. تمام كده، في الدقيقه 54 يا 45 55 احمد اوكا في الدقيقة 15 يعني. انا كان نفسي فعلا دي كانت تتحقق، لكن شايف ان الاهلي برضو يعني مكتوب ترتيب نادي الرجاء وعدم حصوله على بنت من 5 مباريات دي على ما اعتقد برضو حلو، دي كانت مخليه الاهلي زي ما بقول لك كابتن. انا شايف تقسيمه، حتى لو تقسيمه بلعب بين، مش تقليل من كابتن عماد او كان كابتن خالد او كابتن توفيق لو كان موجود تراي ماتش يعني. لكن هو تراي ماتش، لان فعلا امكانيات كبيره جدا 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 ولازم نعترف بدي. لكن في حته ان انا اكون 3-1 ودايره على طول اجيب الرابع وابدا اشتغل، ممكن او هم ما ادوناش علامه في الماتشات اللي هي في الدوري اللي كانت موجوده، ان هم ممكن يكونوا سبب لاي قلق نفسي لنادي الاهلي قبل المباراه الكبيره بتاعته. بتحصل يا كابتن شريف ان لما انت رايح على مباراه كبيره ما بتبداش تعمل للفرقه مباراه قويه علشان تاخد اللعيبه تاخد الثقه. يعني انا لو هلعب مع فرقه زي رجاء او هلعب زمالك ما بجيبش فرقه كابتن تقيله انها تحبط لي او تجهد لي اللعيبه، بحيث ان انا اكون عندي يعني ارق او قلق شويه، فبجيب فرقه ممكن اقل مني شويه. وهو دي بعتبرها انا يعني هي حاجه من عند ربنا كويس قوي 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 ان الاهلي لاعب رجاء ما لعبش مثلا المقصه، ودي كانت حاجه كويسه بالنسبه للاهلي في 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 في, في بدايات ماتش النجم الساحلي. طب هو سؤال هطرحه على حضرتكم، يعني كابتن حسام بدري عمل حاجه حلوه قوي امبارح، يعني كان طالبها بتعليمات هينفذوها اللي هو دخول مؤمن واجاي دايما ورا ازار، وحريه الحركه اللي علي معلول لمحمد هاني، الكلام ده شفناه في الشوط الاول تحديدا، دايما كنت تلاقي مؤمن واجاي او اجاي دايما تلاقيهم جوه العمق الدفاعي بتاع نادي الرجاء. هل الكلام ده كان مقصود ولا الكلام ده جه يعني بايلك؟ المجموعه اللي هي شغاله في الجزء اللي هو ناحيه الجون اللي هو بتاع وش شوف يا كابتن اخر 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 30 بص ده جاي اخر 30 مع الكوره دي جاي جاي ولا مع الكوره دي هو مؤمن على 18 بص المجموعه دي اللي موجوده دي اللي هم الست لاعبين دول اللي احنا بنتفرج عليهم في اخر 30 ياردة دول امكانياتهم واسلوب لعبهم ما ينفعش فيه ان انا اجي اقول له ايه انت هتعمل كذا وفي ماتش زي ده
انا لو ماتش زي نجم الساحلي هبتدي ادي معلومات تعليمات وهبتدي ادي فلان وعلان وانت هتاخد بالك وده ما يتقدمش عليا ده مش عارف ايه، انما هنا في حريه كبيره جدا لاداء كل واحد الكره اللي عنده. هل دي كانت بروفه فعلا للماتش؟ دي بروفه للعيبه نفسها بينها وبين نفسها بتعمل اللي هي عايزاه، وانت شايف يا ميدو يعني انا لا شايف انا بتكلم ده سؤال كان باي لك ولا كان مقصود؟ لا لا ما اعتقدش، اصل دي طبيعه لعب اجاي على فكره. لو بصيت على اجاي مثلا اقول اجاي او اجاي اي حاجه في اي وقت يمين او كده في اي وقت من الاوقات في اي مباراه ده مكانه. على فكره برضو مؤمن زكريا ده مكانه، يعني في معظم المباريات بتلاقي مؤمن موجود في الحته ديت وبيشتغل بالشكل ده تحت الكوره، وهي دي خطوره مؤمن في الربع او في الثلث الاخراني من الملعب. فدي حاجه بتبقى بالنسبه له يعني على شعاره ان انا اجيب هدف بس كده. بيكمل انا شعاري انت منزلني عشان انا احرز اهداف، بيكمل الكوره يا كابتن. دي طبيعته ودي طبيعته. مؤمن زكريا سعر مؤمن زكريا في هذا. وليد سليمان نفس الشيء الناحيه الثانيه، انه يقدر يعمل لك اي ضربه ثابته، اي هدف يقدر يحطه من اي حته، يقدر يعمل اسيست لاي حد. خدتك من الاستلام الاستلام يعني برضه استدفاع يعني لعيب كوره ده هيبقى ايوه دي بالسحبه دي يا كابتن. هنشوف بالسحبه بتاع الجول، هنشوف الشكل الهجومي ده في مباراه النهائي ويمكن اكتر كمان معاهم صالح ان شاء الله. بس قصدي التشكيله الهجوميه اللي هو صالح مؤمن جونيور اجاي وليد ازارو ما عندوش ما عندوش غير حل ده كده الا اذا كان في عبد الله السعيد بقى. هل هيلحق ولا ايه؟ انا يعني بيتقال ان عبد الله جهز وسام البدري ممكن وسام البدري ما افتكرش انه ممكن يخاطر ويبتدي بيه على غرار اللي حصل لحسام عاشور. بس انا ما اقدرش احط تحت بريشر يعني انا متاخر، انما انا ممكن انزل وانا كسبان عبد الله السعيد ده يمسك لي رتم المباراه بقى هو وصالح جمعه لو موجود، حتى صالح جمعه او واحد منهم هو اللي موجود. ولا انتوا ايه رايكم؟ انا حاسس ان في رتم هيلعب عليه حسام بدري على فترات. الماتش ده عندنا هيبقى 20 دقيقة 40 دقيقة 30 دقيقة، يعني احنا بنلعب 90 دقيقة هيتقسموا في فكر المدرب زي حسام البدري. الجهاز الفني نفس الجهاز الفني بتاع النجم الساحلي نفس الشيء، لو اتأخر بهدف وبقى اوت بره اللعبة خلاص هيحاول يهاجم عليك بكل قوته عشان يعوض الهدف. انت لازم تستغل وتحط الجون الثاني عشان تبقى خلاص كده خلصت. وزي ما عملت قبل كده وكسبت، حطيت 3 أهداف قبل كده وتخرجته بره اللعبة، دي بتجيب ثقة اللاعبين ان هم يروحوا على الجون، ويجوز الراجل اللي معاه الكورة اللي ماشي هناك ده الكره دي بدل ما يعني يعملها بالعرض زي دي يا بيرقص الجول وبيروح على الجول ويجيبها جول. بص يا كابتن شريف احنا كلاعبين وانا متفائل بصراحه لعيبه كوره ولعبنا كوره وبنمرن كوره. بص التحرك ازاره في معظم اوقات المباراه حرامي حرام بيسرق اي حلو قوي التعبير. لا لا حرامي ده ما بقولهاش يعني ما هو انت كنت حرامي انت كمان سارق خط بحاله. ما ميدو كان حرامي يا كابتن. ميدو كان حرامي يا كابتن بدافع عنه. لا ميدو كان حرامي سارق خط بحاله. بص بيسرق ازاي؟ لا مش طبيعي شايف ده عمل فنت حلو قوي راح له وراح رادد الناحيه الثانيه في حاجه كابتن ما خدش باله وعمل الاقوى ان هو ادى عرضيه وجابها. ما حدش خد باله من دي يا كابتن بقى. تخيل بص بعد ما خدها بص وهو بيبصيها لاجاي خلي يا كابتن ما بصش شماله هو عارف مين اللي بيجري. بص خلي يا كابتن لو كملت انت شايف من هنا يا كابتن مش اي فرود بيفكر فيها وبعدين اي حد يفكر فيها. خلاص بص الراجل قرب منه بص ما بصش يا كابتن الراجل قرب منه كويس والراجل ده قفل عليه الزاويه ما بقاش عنده. الناس بيقول لك ما جابهاش جون او مش خايف يجيبها جون. لا هو ده الشغل الصح هو عمل الصح هو عمله وهو ده عمل الصح. لا انا مش انا اعترض. عايز تعملها انت عايز يجيبها ايه؟ عايز لا يجيبها. مش عايز يجيبها. هو الطبيعي الطبيعي يا كابتن شريف يطلع لبره شويه ويحطها ان هو يحطها جون يطلع شويه يلا ويحطها بليسي. هو من حرصه ان هو ما بقاش بيعملها لك اهو. قلت لك الراجل ده بقى في ظهره جامد. بص ده بيتزحلق عليه لو خد يمين وراح ممكن الراجل ده يطلع منه. الجول قافل كويس قوي. بص الجول قافل كويس قوي على فكره هو بياخد القرار. ميدو 2-1 يا ميدو خلاص 2-1 احنا ما نقدرش ناخد الكره. هو اللي في الملعب هو اللي عارف هو اللي حاسب وهو اللي عمل السبرنت وهو اللي وصل. ما بصش يا ميدو ما بصش شماله ما بصش شماله في التشريع ولازم نثني على اجاي ما شاء الله يعني لازم نثني على اجاي ما زادش عشان بالظبط ده مش مديله عرضيه ده مديله ديد باس يعني قاتله ما فيش حاجه تقدر تمنع اي حاجه غير بقى لو احنا في زمن غير الزمن يعني بالظبط. لا لا هو انا شايف ان وليد ده برده هيقعد فتره وهتفك معاه ولو فكت معاه كل مباراه جول يا كابتن نتوفق في جول في ماتش النجم الساحلي ربع ساعه بس اللي عمله صلاح ربع ساعه شفت اهي واحده زي دي. انا جالي الاحساس دلوقتي ان كوره زي دي نقدر نطمع فيها في اول ربع ساعه في ماتش النجم الساحلي. هو ممكن لازم يتعامل بيها بدماغه
ده لازم فعلا صح. انا ما اقدرهاش وهي شكلها ايه يعني او فكر تفكيرين يعني عايز يعمل دي وعايز يعمل دي فجت فجت دي اسرع من تفكير وحط هدف حلو قوي مؤمن برضه بصراحه يعني هدف وسع لنفسه واستلم وهذا الرجل اللي احنا على طول دلوقتي واخد حديثنا واخد حديث الناس كلها هو ايه هو سنه صغير ده هيجيب هيجي هل بيوصل في فرقه زي الرجاء دي كده سهل لا اي حد بيلعب وبيعرف يروح وبيعرف الماتش اللي جاي يا كابتن انا معتقد برضه ماتش صعب جدا وانا انا واثق مليار في الميه ان كابتن حسام عامل اربع خمس سيناريوهات للمباراه لازم يا كابتن انت حتى لو انت بتلاعب فرقه قسم رابع قسم رابع لازم تحط كل التوقعات يا كابتن ميدو لان هو ده المدير الفني الناجح هاتوا لنا الكره دي لو سمحت لازم يا كابتن لازم لا فانا واحد من الناس ان انا بحط كل السيناريوهات يعني لا قدر الله يا كابتن شواري يدخل في الجول اول خمس دقائق 10 دقائق وارد ايه السيناريو اللي اتحط يا كابتن شريف لازم اقول 1 2 3 4 كل ده انزل الهدف اتاخر ما يحصلش توتر عندك طب انا عايز فلازم انا كان ده كله حصل النهارده يا كابتن بدري كان عنده النهارده محاضره مع اللاعبين الكوره دي لازم نقف عندها شويه يلا يعني بص ارجع تاني لوقفه صالح على الكوره والكوره تخلص لك ماتش في اقل من ثواني بص وقف ازاي يا كابتن بص وقف ازاي ارجع كمان شوف الراجل اللي بيقطع ده كمان خد بالك ده بص الراجل اللي هيقطع دلوقتي ده هيروح فين؟ ايوه هات الكوره عند صالح ونبدا نبص بقى كابتن شوف بقى القطعه بقى جايه ازاي يعني كره العين كلها على صالح وده الوحيد اللي فكر لما يكون لعيب زي كده بص يا كابتن بص يا كابتن ثاني اكبره يعني دي تحركات بص وش رجله يا كابتن اكبره بالظبط طبعا اكبره ان هو لازم يحطها له وهو بيحب الحاجات دي بالظبط يعني راح للعيب زي صالح بيموت في الحاجات دي بالظبط راس ماله الحاجات عارف يا كابتن انا لو في الكوره دي وهو يطلع والتشيب بوش رجله الخارجي في البعيد في انت فاكر كان بيشاور في ماتش منتخب مصر لعبد الشافي انه ينط جوه عشان بايده يتمنى حد يروح يقول له بايده روح عشان اعملها لك وعملها له فعلا اللي هو الراجل عموما لو اتعامل بيها بدماغه خلص الموضوع خلص او بوش رجله وهو رايح كابتن يلطشه واحده كده عنده ملك ملك يطير يطلع يحط يطلع يحط ليه كابتن بتاع كابتن حسام بدري ممكن يجي في دماغه انا الحوار مفتوح يعني انا طول مفتوح اسئله ممكن يجي في دماغه ان هو يلاعب مثلا عبد الله مع السولية او صالح مع السولية ممكن يجي في دماغه التفكير كنت انتوا قلتوا قبل كده وده تفكير انا ما استحضرتوش مع نفسي ان ممكن صالح جمعه يبتدي تفندر مع السولية قالوا انا لحد دلوقتي مش يعني مش شايف ان هو في الحته دي بينزل لوحده حريه الحركه اللي كنا لسه بنتكلم عليها اجايس هاب ينزل بس حته كتير انما انا عشان الزمه هنا في ضغط نص ملعب زي بتاع النجم الساحلي طب اقول لك حاجه وفجاه الاقيه مطالب منه ان هو يبقى ديفندر صريح وانا بتضرب في الحته دي وغير من فكري وغير في لعيبه وبعدين اخرجه عشان اخد حد ديفندر او اعمل زي ما نديت نجيب طب اقول لك حاجه ربيعه في نص الملعب الناس اللي سالت اقول لك حاجه كابتن ميدو اتفضل في امبارح حاجه حصلت امبارح خدت بالكم منها التغييره اللي من جوه الملعب رامي ربيعه وانت تستمع رامي يا كابتن على بطاقه الناشئين كان بيلعب ايه يا كابتن؟ كان بيلعب بالظبط فيندر وهو في حته كويس جدا ممكن لو اعتبر نفسه لو اعتبر سيرد باك مقلوب يا كابتن وبيزيد وعلى فكره طب ما رامي بيزيد جد كويس جدا جدا في القرار في الكرات الثابته وعلى فكره مؤثر جدا وحد مؤثر جدا في كل الكرات الثابته هو النادي الاهلي الاصابه شالت منه حته الثقه اللي كان بيعدي واحد اثنين عنده انه يدوس بيزيد على طول بيزيد يضرب اي خط وهو بيمشي زي سعد سمير كده هو كمان انا رامي من الحاجات اللي فيه كويسه جدا الكابتن الهيدرز بتاعه ان هو فوق دماغه بامانه الله وخصوصا يعني اكتر ما بيدافع في 18 النادي الاهلي 18 الخصم كابتن رامي من اكتر انت عارف الاصابه بتاثر على اي حد طبعا 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 والفوز واللعب الكتير بيرجع الثقه طبعا للاعيبه ليه ما تقولش ممكن كابتن حسام يفكر في ان رامي يلعب جنب حسام عاشور ويلعب نجيب جنب سعد سامي ايه يعني لا ليه طب ما جربها امبارح انا عايز استوقفك لا ليه انا عايز استوقفك في الكوره بتاعت سعد سمير دي قد ايه شوف جاب جون حلو زي ما في شيء زعلان على الجون اللي دخل فيه كتر الماتشات هو بص هنا مش مبسوط خدت بالك ولا الجول اللي دخل فيهم حسسهم ان في حاجه غلط تقصير في تقصير ميدو قال حته غريبه فعلا خد بالي منها ان سعد فعلا اللي جايبه الطرف في اليمين ناحيه هو عامل ايه بص شايف ايه الوداع جايب جون عامل ازاي لا ده قلنا ده ولا احسن فيرويد ده فان باستن ده بيقول لك ما نزلش التمرين النهارده وعايز ليه مطالب وبتاع مفروض بالجون ده يعني كابتن ضياء قال ممكن نشوف رامي ديفندر ايه رايك هاف باك ديفندر متاخر يعني ديفندر جنب السوليه
على حسب بقيه اللعيبه وعلى حسب هو بيفكر ازاي. يعني انا المره دي الاصابات والايقافات والحاجات دي، يعني هو كان عنده حلول باحمد فتحي قبل كده عمله، يعني جابه في النص وجاب محمد هاني بكره كان يبقى عنده فتحي وسوليه كويس تمام. النهارده قصه وانت عندك كمان هشام محمد اصابه كمان في ايده فمش هيبقى موجود. الحته اللي انت بتقول لي رامي دي يبقى هو بيجربها اكيد ما بيعملش ارتباطا، يعني حسام ما عملش التغييره دي اعتباطا، يبقى عنده في مخه اللي انتوا بتتكلموا عليه ده وارد وارد ل 70% انا حسيتها الحقيقه. بس في حاجه في الوقت بيكسب ديفنس متكامل. طب اقول لك حاجه يا كابتن، انا من ناحيتي كمدير فني وكنت بتزنق في حاجات كتير جدا بالشكل ده، كنت ممكن العب اثنين لعيبه في نص الملعب لو هما ما يقدرش يكملوا كويس قوي، عندي بالنسبه لي انا ما يقدرش يكمل ال 90 دقيقه يديني 60 65 دقيقه بدل ما اخسر 30 من بره وانا عايز اكسب، يبقى عندي تغييرتين اقدر اهاجم بيهم. بمعنى لو عندي اثنين في نص الملعب اقدر اهاجم بيهم كويس زي احمد فتحي، الراجل ده على طول طاير طاير بالنسبه لي مفيش مشكله. الاثنين الارتكاز اللي عندي هيبقى ارتكاز هيبقى عندي مين؟ ممكن اخلي رامي ربيعه وعندي السوليه يزيد تحت الفراوده. لو قلنا اذا كان هيلاعب مثلا ازارو وهيلاعب مؤمن او اضاييه، الثلاثه دول في وجود احمد فتحي والسوليه بيسند من تحت مع طرف او من الاطراف. احمد فتحي مش موجود للاسف. سوريا مطرود، انا اسف انا اسف. لو 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 هيبقى موجود السوليه في وجود عمرو ربيعه رامي ربيعه، رامي اللي هيثبت. السوليه هيكمل في طرف من الاطراف، مؤمن موجود، اجايين موجود، وعندك وليد ازارو موجود. الاربعه او خمس مع طرف من الاطراف كان محمد هاني او مش معاك كلام او علي معلول يا كابتن. انا هقول لك على الروشيتا بقى أو... احنا المفروض طب احنا احنا قاعدين على حلو احنا قاعدين هنا بنتكلم روشيتات طب عشان نخلي الناس تدخل معانا في الموضوع. الناس بتسال بتقول لك مين يعني البديل الانسب لحسام عاشور؟ لا انا مش هقدر اتكلم غير في التغييره دي، عجبتني رامي ربيعه. وانا معاك يا كابتن، وانا معاك رامي ربيعه. عارف ليه؟ لان رامي ربيعه بيدافع كويس قوي. انا محتاج في الحته دي يا كابتن حد يدافع لي. طب اقول لك معلش يا كابتن، انا حد يدافع كويس تشديد وما جازفش. قول. انا كنت وينج ليفت وبمسك الوينج بتاعي والباك بتاعي. ايه اللي كان بيدينا الميزه في القصه دي؟ كنا بنعمل افساد للعب الاخرين، افساد للفرق الكبيره اللي فيها قوه. هنقول على سبيل المثال الزمالك مثلا، اسماعيلي الفرقه دي كانت تملك دايما سرعات في الفراوده، فالفرود لما يلاقي الوينج عبد الدايم وعماشه كل دول لما يلاقوني انا بلعب باك ليفت غير الباك ليفت اللي كان بيلعب ورايا، وانا اللي بمسك وانا اللي زي ما انت قلت احمد فتحي عنده من القوه ان هو كان يرجع ويبتدي هجمه ياخدها واروح تاني، فكانت الحاجات دي هي اللي بتفرق معانا في الفرق. فافساد لعب نجم ساحلي هو سر التفوق ان شاء الله اللي هيكون يوم الاحد لنجاح مهمتنا ونعدي الدور ده ونبقى في الفاينل. ازاي افسد في الحته اللي انتوا بتتكلموا فيها في نص الملعب ده لعيبه فعلا عندها سرعات وعندها ميكانيزم وعندها جود باص، وفي نفس الوقت ما تبقاش حاجه سائغه ان هم يعملوا كونتر اتاك عليا ومفيش اتنين مسامير زي ما دول اللي حسام دايما بيفكر فيهم وكوبر بيفكر فيهم والدنيا في مصر كلها الفتره اللي فاتت دي كانت بتفكر ان دايما في حمايه للديفنس بتاعي، ان ما يبقاش فيه زيارات كتير قوي لحارس المرمى بتاعي. فهو ده اللي انا شايفه مع الفوقان اللي احنا شفناه في الاربع خمس لعيبه اللي قدام. عندك فوقان، عندك لعيبه كوره حريفه، عندك خدوا ثقه حلوه حريفه دي حريفه بصراحه. طبعا مفيش واحد من احنا اتفرجنا عليهم مش يعني انت تخيل ان صالح جمعه لو نزل تحت هتخسر صدقني في المكان ده هحس بغربه بصراحه هتخسره. ليه؟ انت عندك ناس هتطير، محمد هاني ممكن يطير، علي معلول ممكن يطير، في وجود رامي ربيعه، سعد سمير، محمد هاني لما يثبت معاهم شويه مع 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 طب, مع طب خلينا بمعنى تاني لو هشام محمد جاهز. لا الثاني لاعب قدام كونغو ولاعب لا لا ما نغلطش نفس الغلطه اللي غلطناها يا كابتن شريف. لا لا الثاني جمعه في منتخب مصر والكونغو. صالح جمعه حاسين كان غريب يا كابتن. خلينا نقول انا برد على اسئله. لا انا بقول لك لا عموما انا بتكلم عن نفسي معلش كابتن، انا بتكلم عن نفسي. صالح ما خدش مباراه 90 دقيقه من بدايتها فتره كبيره، مش تقليل من صالح جمعه. صالح جمعه هيلعب لما يكون جاهز. حط حط الاقي 10 هقول لك حاجه، هو بيتكلم في هشام محمد وربيعه مثلا. ربيعه يا جماعه راجل راكب من ماتشين ثلاثة جامدين، منهم ماتش جامد جدا ومنهم الماتش اللي قبله اجمد، ولعب قدام الفرقة دي وحافظها وعنده رجوع وفتك الفتنس. ربيع قعد علي جبر ولعب في الحتة دي ازاي؟ شافوه ازاي يعني؟ ازاي القرار ده حصل؟
الا اذا زي ما حسام البدري شاف كده ان هو عنده حريه جوكر يقدر يلعبه هنا في الحته دي، يقدر يلعبه في نص الملعب، يقدر يكمل له حته لعيبه جرى له حاجه ما اعرفش، يقدر يبقى موجود في اي حته وبيستلم دلوقتي عنده. زمان كان بياخد الكره وبيعمل بتتقطع منه وتحصل علينا هجمه مرتده، دلوقتي اتعلم ان هو يسلم ويستلم وبقى عنده فكر تاني ووعي كتير يعني. كابتن شريف انت ممكن في ماتش من الماتشات لو انا مزنوق وانا كمدير فني وعندي شريف عبد المنعم مملوء احفاظ بالالقاب كابتن شريف عبد المنعم واتزنقت في باك ليفت او في باك رايت، مش ممكن تاديها في المباراه دي بس يا كابتن شريف؟ اديها مختار في لا انا لا انا بتكلم في حته صغيره كابتن مختار سيبك مني انا على طول بعملها. ايوه انا بتكلم في حته خالص كابتن شريف اللي هي ايه؟ بعملها. انا مدير فني وعندي كابتن شريف عندي شريف عبد المنعم بامكانياته وقدراته ومزنوق في باك ليفت هتاديها 100%. ده انا هقول لك على حاجه واخد بالك ياسر ريان ما كان بيلعب باك ليفت يا كابتن في ياسر على طول بيرجع كان زي وبيرجع. انا بقول لك ايه المشكله؟ في واحد مالوش دعوه بالديفنس خالص مختار اه عملها يوم ما طلع حازم خالد ونزل مختار باك ليفت وكل الاجوان اللي جبناها من ناحيه الليفت ساعتها وكسبنا 4-2 لو تفتكر. فدي يا كابتن ميدو انا بتكلم لو هو لو كابتن حسام فكر فيها انا على اعتقد هتبقى صائبه جدا مشروعه صائبه جدا مناسبه جدا زي ما حضرتك بتقول واحد منتشي كاس عالم ولاعب كونغو ولاعب 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 وفي نفس الوقت رجله في الملعب واخد 90 دقيقه كتير جدا عنده اريحيه عنده ثقه حلوه قوي. انا ليه ما اخدش الكلام ده كله وادفع بيه؟ انا اقتنعت ان احنا طب خلاص اي خدمه مين؟ المباراه القادمه رامي والسوليه اصل لو اقنعني بقى بحكايه الباك ليفت كمان يبقى فايق ويعدي ويعمل الشويتين اللي عملهم يوم الترجي مين؟ علي؟ علي على ما اعتقد ده مفتاح بقى مكسب. لو سلك هتريح انت بقى هتريح اجاييه افكرك بسؤال سالناه وانت جاوبتني عليه يا كابتن شريف قلت لك هنشوف حسين السيد بعد التالق ده قلت لي اللي هنشوفه ماهر همام قال حسين السيد انا قلت لك لا هيلعب معلول انت قلت لي اللي هنشوفه الماتش اللي جاي في الدوري هو اللي هيلعب لان دي بروفا اساسيه لماتش انت كنت مفكر ان علي معلول يريح الماتش اللي جاي؟ لا يعني ما يلعبش لا احنا كنا بنتكلم هنا في حاجه فحطوا الفرقه فحطوا حسين من حسين على فكره برضه كابتن شريف اطلاقا لا معلش يعني علي برضه حتى اللغه ونقول الاتموسفير اللي هو موجود فيه كراجل من تونس وشغال تفرق كتير يا كابتن باللغه حتى باللعيبه كمان يعني ممكن يعمل شغل كتير جدا كهو اصلا كواحد تونسي كان موجود معانا في النادي الاهلي وهو حاسس باللي حصل في الماتش اللي فات. انا على اعتقد لا يعني يبقى تغيير مش مظبوط، ممكن حسين يبقى موجود يبقى ليه دور على حساب معلول في اخر 10 دقايق لو معلول تعب وشق من حته كتير. انا بحسب يا كابتن شريف بقول لك انا لو عندي معلول بتمنى له كل التوفيق لانه مفتاح كبير قوي جدا مش شايف محمد هاني هيقدر يعمل الدور ده بقوه غير انه هيبقى مامن دايما. طب اقول لك حاجه يا كابتن شريف برضه طلوعه بحساب وانا متاكد ان كابتن حسام هيكون بيتكلم في حته كويس قوي. اللي يقدر يجي عندي بالخط الظهر يا كابتن هو علي معلول. يبقى عندي محمد هاني وسعد السمير ثابتين في وجود رامي ربيعه اللي هو في جنب نجيب ورامي ربيعه عندي اربعه كابتن مهاجم بسته. اربعه وبهاجم بسته لو في كرات ثابته هيطلع ربيعه ونجيب ثابت او نجيب هيطلع حتى لو سعد سمير يطلع واثنين ثابتين لو في وجود اثنين. بس لازم الكابتن حسام بدري يمسك رامي كده من ودانه كده اقول له رامي خلي بالك من الاندفاع الدفاعي بتاعك لما تبقى ديفندر. الباصه كمان مش مشكله الباصه مشكله في الاندفاع. شركات مصر كلها يا كابتن عندها الحته ديت وانا بقول لحضرتك حماسي قوي قوي هات لي اي مباراه يا كابتن ميدو اي مباراه في الدوري المصري اي مباراه واحللها ومعاك واشوفها وهقول لك اندفاع السد باكين والوقفه السد باكين مع الباك العكسي شوارع يا كابتن ميدو دي مش هي طبيعتنا كده يا كابتن شريف هي طبيعتنا كده يعني تسلم وتستلم كان زمان كنا بنلعب بيها يا كابتن سد باك وليبرو بس بصراحه لو انت عندك اثنين فراوده بتحس ان في العمليه مش يعني عشان كده ما بتدخلش عشان كده احنا كنا بننزل كخط اول دفاعي الفراوده ما كناش بندي حريه للناس دي وكنا بنعمل دوشه في نص الملعب معاهم كمان بننزل انا كنت بنزل من الوينج ليفت ابقى الرابع في نص الملعب واقفل على الراجل اللي جاي يزيد عليا عشان ما يعملش عرضيات فكان تلاقينا الزيارات علينا قليله جدا ومطلوب مننا احنا الانطلاقات بس حتى احنا كان منك لنفسك يا كابتن شريف منك لنفسك كنت بتعمل كان دوت انت بتقول لك هاني وسعد ومعلول يعني داخلين في شكرا يا جماعه داخلين في الحديث معانا طب ما تيجي ندخل سؤال هنا سمعت معاك اتفضل ثاني طب ما تيجي ندخل في دماغ كابتن حسام بدري شويه كابتن شريف الظروف بقى داخل دماغ الكابتن حسام بدري فيها طبل ومزامير الظروف بيفكر في ايه دلوقتي الكابتن حسام هيلعب بطريقه شكلها ايه انسجام هيهاجم في انسجام يا ميدو مين اللي يحل جنب مين اللي يحل جنب السوليه ويبقى فيه انسجام للمجموعه مع بعضها ونجيب
طب انا لو دفعت بربيعه جنب السوليه ايه؟ جربتها شفتها ازاي؟ لانه ما شافش ربيعه جنب مين؟ جنب السوليه. هو شاف ربيعه جنب احمد فتحي. انت واخد بالك؟ وبعدين زي ما انت بتتكلم برضو دي فرقه ودي فرقه، وهل السرعات دور؟ هيقدر يعني هيقدر محمد نجيب ان هو يجاريها في السرعات الهجوميه لفريق النجم الساحلي؟ محمد ربيع طبعا حاجه كلنا كده هينزل، هو ربيع مش هيبقى قدامه، مش هيقابل من قدام. انت ايه انت ربيع على طول قدام؟ حكايه نجيب دي ان هو نزله الماتش اللي فات ده تفكير هايل، دخله فورمه اللعب ودخله فورمه الماتشات رائع، عجبتني قوي جدا، عجبتني جدا. ولاعبه هناك هو ملاعبه طبعا، هو ربيع مش لا ربيع واخد ونجيب واخد. يعني عايز اقول لك على حاجه، بقد ما احنا مشغولين في الحته دي بقد هو ما مشغول ازاي هيكسب المباراه من ناحيه لقدام، ما هو مشغول بمين اللاعبين اللي هم هيقدروا يوفروا له الوصول للجول واحراز الاهداف. عنده امل كبير قوي في السرعات اللي شافها من ازارو، عنده امل كبير قوي في اجاييه وهو بيتحرك بارتياحيه ويقدر يساعد زمايله ويقدر يجيب جوال في اي وقت، عنده امل كبير قوي في صالح جمعه. حتى صالح جمعه بيلعب بعين واحده الماتش اللي فات يا جماعه. الراجل جابوا الكاميرا عليه وهو بيسخن، مش شايف بيلعب، يكون عينيه استريحت وكلام من ده وشايف الملعب احسن برضه. عنده امل كبير قوي في علي معلول وهو بيقدر يعمل التايمنج في الدخول، انه يقدر يعمل العرضيات فيه وانه يوصل يبقى مؤثر وياخد كرات، ان هو ممكن يروح على الجول ويبقى بيظبط الباصه الاخرانيه. كل ده حسام بدري بيفكر فيه دلوقتي. انا لو من حسام ببقى عايز اشوف الماتش، هروح جايب الماتش اللي انا لعبته هناك وهشوف السلبيات كمان اللي حصلت فيها وعدم التمركز الجيد اللي هو خلى الفرقه دي تقدر تتفوق عليا بهدف من شوطه من بعيد. فاكيد في دراسه للمباراه اللي فاتت، دراسه شامله لكل اللاعبين والنادي دي لعبت ازاي، وهيخش عليه عناصر جديد زي الراجل البرازيلي ده هيلعب هنا المفروض. فحسام دلوقتي زينا زي كل الناس كلها، مشغول عمال يحسب، مشغول دايما. احنا في النادي الاهلي يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، بنشوف اقوى حاجه في الفرق الثانيه ازاي نوقفها، واحنا عندنا بقى اسماء كتير قوي، ازاي هم هيوقفونا وعلى ملعبنا و50 الف حاجه. كابتن كمان بتحسب ازاي يا كابتن بيه؟ وانت عارف انا الراجل كمدير فني كابتن شريف وبقولها كتير قوي كلمه كمدير فني، لما اجي احط الناس السبعه اللي محطوطين بره في كل خط، انت كمان ينفع ايه ويشتغل فين؟ قبل السبعه انا معلش ده جنب ده وده جنب ده، ينفع هنا وهنا وهنا؟ لا اتفضل قبل السبعه. انت برضو كمدير فني يا كابتن ضياء لما يجيب عنك حسام عاشور اكيد هتتلخبط شويه، هتتهز شويه، احنا مش عايزين ننجل. كنا بنتكلم فيها يا كابتن شريف انت قبل الهوا. انا عندي مش اعتراض، عندي تعليق بقى على الحته دي، عندي كومنت على الحته دي. قول لي. انا كنادي اهلي مع احترامي لكل انديه مصر، ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال اقول دي عشان انا النادي الاهلي. لا ما عنديش شورت في اي حته. لما اقول لك انا ما عنديش تخصيص بقول له قبل ما نخش لسه بتكلم فيها، قول لي حسام عاشور. قلت له لا خالص، احنا النادي الاهلي احنا ما عندناش تقصير في اي مكان، احنا معانا لعيبه بره ولاعيبه جوه يعوضوا اي حته في اي وقت. لا انا ما بقولش تقصير، لكن لا. انت عندك نقطه قوه جامده جدا هتروح منك شويه. انا وانا بختار فرقتي ال 30 لعيب، جبت حسام عاشور، جبت كابتن ميدو، جبت كابتن شريف، ده زي ده زي ده، اللي بيفرق حاجه واحده بس، الماتشات اللي ياخدها او التكرارات او وجوده في الملعب. برافو عليه انه دخل نجيب بس كده. لا انا اعترض. على ايه؟ ليه؟ اعترض لان كل لعيب يا كابتن ليه مميزات وليه عيوب. مش في النادي الاهلي يا كابتن. لا في اي نادي. لا مش ده في برشلونه فيه. يعني هل يعقل؟ وفي الريال فيه. وفي السيتي فيه. هل يعقل؟ وفي كل مكان فيه يا كابتن. بس لا لا بس الفرق الكبيره دي لما بتستخدم لعيبه وبتجيب لعيبه عندها بيبقوا على مستوى واحد. انت عندك السوليه قريبين من بعض جدا. حسام عاشور له مميزات. خلي بالك يا كابتن واتحداك كابتن ميدو، الفيصل الوحيد في الكلام ده عدد المباريات وال90 دقيقه. يعني انا واحد زي احمد الشيخ اديله 10 ماتشات ورا بعض وحش حلو لعيبه يا كابتن ميدو، لعيبه كابتن بس بقول لك هو كابتن معلش يعني بص وحش حلو لعيبه هتلاقي بعد 10. هو احمد الشيخ كانت المخصصه بيعمل ايه يا كابتن؟ مش هو الفرقه اللي كل الناس بتقول لك الفرقه؟ ده انا عايز اقول لك على حاجه بقى يا ميدو. طب ما هاني كان موجود يعتبر الفرقه. ليه يا ميدو؟ اقول لكم على حاجه، ده انت هتقابل القصه دي اديله 10 ماتشات احنا ان شاء الله هنكسب وانت هتقابل المشكله دي الماتش اللي بعده، واللعيبه دي مش راجعه سليمه خلاص، والراجل ده هياخد وقت. فانت ده فكر احنا على ان شاء الله لغايه الفاينل احنا عندنا المشكله دي بالظبط. ففي اعدادات وفي ناس هتبقى موجوده وفي يمكن هشام محمد انت بقى بتقول يجي، وهل هو شايف هشام محمد يقدر يعوض المكان ده؟ ده سؤالك انت. اللاعبين اللي هي مش على المستوى اللاعب اللي موجود بس انت لا تقارن لعيب ما بيلعبش غير ماتشات حبيه بتجهزوا فيها ولاعيب تاني جوه رجله الملعب وخبرته ووجوده وحتته. لا ده انا ده حسام عاشور دي حتته بقى لها قد ايه؟
ده اشتراها بالظبط خلاص بقت ملكه. انت عارف ايه السوليه؟ السوليه قاعد فيها وحافظها. وضع حالي يا كابتن بتكلم هو التعود ده فورمه حاليه. انا شايف امام الله انا هخسر صالح جمعه لو لعب جنب السوليه في نص الملعب، لكن هكسب صالح جمعه لو لعب رامي ربيعه جنب السوليه في نص الملعب، في وجود زي ما انت بتتكلم على مين؟ على معلول، في وجود مؤمن، اجاييه، ازارو، هتبقى عندي ادوات كتيره جدا، عندي ادوات كتيره جدا بيها ابدا اشتغل الشغل اللي انا عايز اعمله. اللي في دماغك كابتن حسام، كابتن انت ما تنتقصش من حته ان انا هنزل اول ربع ساعه عايز اخلص المباراه، حته البريس والضغط والبريشر اللي هتبقى موجوده ديت صعبه جدا عليك يا كابتن. لازم اسيطر فيها على اعصابي كويس قوي، لان زي ما بقول لك حاجه، المدير الفني الناجح الناجح في اعتقادي انا بيحط سيناريوهات لكل حاجه يا كابتن. اكيد طبعا لا قدر الله حصل طبعا كابتن، الكوره مش وارده يدخل فيها جون، وارد يدخل فيها هدف طبعا، ده طبيعي. ده اللي حصل فينا، مش وارد الهدف يتاخر يا كابتن، ده اللي حصل فينا. وارد الهدف يتاخر لما درجه قلنا انا وانت ايه بالظبط، احنا باكين على ايه؟ احنا متعادلين 2-2 نتيجه كبيره شريف. الناس مش بتوسم، العبوا العبوا كابتن، بيحملوا سيناريو على مزاجهم يا كابتن. احنا الكوره ما فيهاش كده، انا هقول لك حاجه ثلاث مرات خلاص يعني ليه خبرتي طبعا يا كابتن على قد زي ما يا كابتن قد كده، انت نجم مصر مش اي حد في الفرقه الموجوده دلوقتي في النادي الاهلي اكتسبت شكل من حسام البدري وطريقه اللعب اللي هي احنا بنلعب عاملين زي دلوقتي، وانا مقتنع تماما باللي بقوله. 4-2-3-1 احنا بنلعب زي هولندا دلوقتي، بيلعبوا طاحونه كده، الكره بتروح ناحيه اليمين فبتترد تاني فبتتباصى فبتروح رايحه ناحيه الشمال، الفرقه كلها بتروح عامله كده، بيبقى يروح جاي في تحركات، وده اللي بيحصل في الاهداف اللي احنا بنجيبها. انت ما بتبقاش شايف مين اللي جايب الهدف، ومش قادر تمسك الراجل اللي بيتحرك جوه ال 18 او جاي من الخلف. عشان كده التركيز اللي حصل في ماتش الترجي كان كبير قوي، وانا عليا ضغط في اول تايم الترجي. خد بالك احنا في الترجي احنا اتغدر بينا بينالتي كويس، ورجعنا الشوط الثاني لعبنا لعبنا العادي كسبنا وضيعنا كام جول. لو في حاجه كده 3 4 تجوان ولا الهدف اللي دخل في الجون دخل ازاي؟ مين هم؟ احنا كنا بنقول سيناريوهات مين يلعب يوم ماتش الترجي، فلان ولا علان ولا لا 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 كناش قادرين نقول كلهم زي بعض. انما ستايل اللي بيلعب بيه الحقيقه اللعيبه دلوقتي، وحسام البدري مفهمهم التعليمات اللي بتحصل الحقيقه كلهم ملتزمين بيها، فالالتزام ده والتركيز ده لو حصل مع امكانياتي انا في الملعب وسبرنتاتي وحاجات دي هتحبط الناس. احنا ما بنتكلمش على هيركل جاي لعبنا يا جماعه، او مين بيتكلم برازيل جاي لعبنا ولا لا، ده احنا النادي الاهلي. كلمه الـ 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 النجاح يا كابتن بقول لك اهو الالتزام بس كده، عايز تكسب ان شاء الله نقدم المشيئه. انت مش سألتني ان شاء الله عايزين نكسب يا كابتن، نلتزم. انت مش 100% يا ميدو حتى بص نلتزم يا كابتن تلتزم. وبعدين بيبقى عندك لعيبه زي اللعيبه دي لا تكرهك يا كابتن، انت كنت بتعاني من انت بتقول لي انا مدرب كويس وانا عادي يا كابتن. ما هو شادي يا كابتن، شادي وكان موجود. انت لو معاك لعيبه كويسه هتعمل فيك ايه؟ ترفعك وتسمعك، انت كل اللي عليك انك تحسس له على النقط اللي هو يقدر يتحرك فيها. بس بشرط يا كابتن شريف معلش، يبقى انا عندي كل ايه؟ كل الادوات اللي تخليني مستريح. طب ما عندهم كل الادوات. انا بتكلم انا بتكلم الاهلي، لكن انا بتكلم انا كضياء. لا انت كابتن حاجات تانية كتير قوي. انت المدرب يا كابتن، المدرب ليه عده ادوات. انت اللعيبه ادواتي لو مريح، انا الادوات دي لو ما كانتش صالحه هشتغل بيها ازاي يا كابتن؟ هي دي المشكلة. أنا حاسبني لما أكون معايا كل حاجة وتريحني يا كابتن شريف. أنا بتكلم في حتة تانية خالص بقى. أنت مظلومين عارف إيه؟ أنت لا بتروح تمسك فرقة وتبتدي تلم لعيبة أنت تشوفها من قبل الدوري ما بيحصل بشهر أو أي حاجة، وبتبتدي تعيش معاهم، تبتدي تعمل معسكرات، وتبتدي تبني فرقة، تبتدي تحاسب نفسك. أنا إيه كنت هنا عندي تقصير في الباك رايت وعندي تقصير في الباك، طب أنا ليه ما لعبتش هنا؟ ما فيش طبعا. إنما كنت أنت ما عندكش كل، أنتوا يا عيني بتبقوا مدربين جايين مش عارف جايين منين، يقول لك فلان ده مكان ده فلان ده مكان ده. بس حته في الحته دي يا كابتن، يعني العز فرقه الشرطه حته صغيره، عز فرقه الشرطه حته صغيره. انت اللي ماسك في عز فرقه الشرطه؟ انا مصعد، انا والكابتن علي مصعدين الشرطه في عزهم. انت مصعدهم، انت في عزهم هم. ايام ما عملوا البروباجندا كان زمانك حاجه ثانيه خالص. عارف يا كابتن شريف، لو كان كابتن ميدو ايام الصعود للشرطه والداخليه، عقود اللعيبه في الممتاز بيه يا كابتن، وبقولها الممتاز بيه، كان عادي لعيب كان صافي اقول 750 و800 الف جنيه صافي يا كابتن. الكلام ده من 8 سنين، ده في الدرجه الاولى ب مش ممتاز. الدرجه الاولى عارف كده كابتن ميدو. نمره 2 كانت شكل اللائحه ايه. نمره 3 بقى كابتن شريف، الاستقرار يا كابتن ميدو. طيب
جهاز مستقر قعد اربع سنين. كان فوز كوتي معاكم ايام الكلام ده قبل 2011 كابتن؟ كابتن فوز كوتي كان موجود ايام ولا كان في الاتحاد بس ما كانش موجود الجهاز كان الله يرحمه كابتن ابراهيم زمان يعني وكان كابتن كان له احمد رصيد وعايز اقول لكم منتصر وعلاء شخصيه حسام البدري بشخصيه هؤلاء اللاعبين بيقدروا يعملوا هم خلاص بقت الحكايه كل يوم انا كل ثلاث اربع ايام داخلين في ماتش داخلين في الاهلي بيلعب دايما على الفوز بس عشان كده انا بتكلم كابتن شيبو لك ايه كله لازم اللي يجي يا كابتن ميدو شبه بعضه اللي بيفرق صدقني انت عارف كابتن ميدو ما بيجيبش اللعيبه غير الماتشات الرسميه مش رسمي الثلاثة بونت كابتن شيف هي اللي تجيب اللعيب اقعد اتمرن سنتين ثلاثة خمسة عشرة واعمل لي 1000 مباراة ودية ب 10 ماتشات 1000 10 ماتشات رسميين ب 3 بونت بال 1000 مباراة دية فهي دي المشكلة اللي ممكن تقابل النادي الاهلي في حتة بس النادي الاهلي راجع من تونس زعلان انه اتغلب 2-1 طبعا طبعا وهي ده النادي الاهلي كابتن انت شفت الدنيا عامله طبعا يا كابتن مليح ده النادي الاهلي يا كابتن مليح هو ده بقى السبب والحافز الكبير قوي اللي نقدر نخلينا واحنا النادي الاهلي يا كابتن واحنا داخلين على مباراه زي دي مطمنين ان شاء الله ان احنا معانا هدف هناك انا قعدت معاك قلت لك في النجم الساحلي انا عايز جول بس لو اتغلبت 3-1 حتى هناك انا هكسب وهعدي الدور و50000 يعني 50 مشتاق تشجيع بقى تشجيع جمهور الاهلي غير تشجيع مصر غير تشجيع كاس العالم وحته دخولنا كاس العالم دي انا على ما اعتقد هتدينا برضو يعني ده اللي قلناه دافع قوي قوي كان نفسنا عبد الله السعيد يبقى معانا في الماتش الاهلي من غير كاس عالم واحمد فتحي الحمد لله يعني الاهلي يعني من غير كاس عالم الحمد لله شغال لازم يشتغل كده اه بالظبط و50000 كابتن شريف برضو انا نفسي ال50000 دولت ما تشجعوش قبل الماتش حاجه يعني يفضلوا كمين كده اه كمين لغايه اول ما الحكم يقول مش كميني ابداوا يعني اعملوا بقى كل حاجه عندنا 90 دقيقه مميته 90 دقيقه مميته لكن كابتن شريف الاهلي قادر ان شاء الله اه طبعا ان شاء الله واحنا بنفس اذا كنا متعادلين هنا 2-2 وقلنا هنروح نكسب هناك في ايه يا ميدو انت نسيت ولا ايه؟ لا انا الاهلي انا بس بطمن الاهلي هو اللي بيطمن مصر كلها بطمن الاهلاويه الجداد يعني في اهلاويه لسه جداد كده حلوه في رئيس جمهوريه رئيس جمهوريه مصر كان دايما يقول لك النادي الاهلي ده هو اللي بيفرح الناس ان شاء الله هيفرحني يوم الاحد ان شاء الله يا كابتن باذن الله ان شاء الله يا كابتن باذن الله يا رب يا رب يعني دايما نوروني وبتشرفونا انا اللي بنتشرف ان احنا نبقى معاك دايما ربنا يخلينا نتشرف نتشرف اي حد الله يخليك كابتن شريف عبد المنعم معانا نجم مصر والنادي الاهلي شكرا جدا ميرسي الله يخليكم كابتن ضياء دايما بتنورنا وتشرفنا ان شاء الله تنورنا وتشرفنا ربنا يخليك يا كابتن ميدو سعيد والله النهارده جدا بصراحه يعني انا قابلت مع حبيب قلبي كابتن شريف جميل يا كابتن اللي يعني هقول ايه اللي ما شافوش كان لازم يشوفه عايز يعرف يعني ايه وينج ليفت وعايز يعرف يعني ايه حريف وعايز يعرف يعني ايه دلوعه بره ال ربنا يخليك يا ميدو والثقه في شغلك موجود معاك حبيبي دي كانت نهايه فقرتنا النهارده انا عايز بس اقول حاجه يا جماعه ممكن الدكاتره يقول لا انت بعيد شويه لا انا مش بعيد انا بتكلم في حاجه فعليه وحاجه واقعيه لو تفتكروا فلافيو كان جاله شرخ في دراعه او جلبرتو كان مين يا كابتن شريف فلافيو ولا جلبرتو اللي جاله شرخ في دراعه وراح بره احنا قلنا هنا في مصر جلبرتو. مش عارف انا متهيألي جلبرتو يعني ذاكرتي مش جباني قوي او اعتقد جلبرتو كان جاله شرخ او فلافيو متهيألي المهم يعني فاحنا قلنا مش عارف شهرين هو راح اتعالج في انجولا بالطب البديل انا حصل لي نفس موضوع بس بشكل تاني انا جالي قطع في العضله الخلفيه اول مره كانت تجي لي في حياتي وقالوا لي كنت في انبي وهنلعب نهائي كاس مصر كان الاتحاد السكندري وكان بلعب مباراه قبل النهائي باربع ايام بالظبط اربع ايام او خمس ايام فجالي قطع في الخلفيه فقالوا لي انت خلاص شهر ونص على الاقل فطبعا انا رحت بصراحه كان العريش رحت العريش لحد هناك عالجني بالزيوت وعالجني بحاجات كده قعدت بالظبط طبعا ما لحقتش المباراه لان كان خمس ايام قعدت بالظبط 10 ايام ورجعت العب كره تاني الطب البديل مطلوب جدا وموجود جدا ومتاح بس الناس اللي هي بتعرف فيه فاعتقد ان احنا لازم بقى عندنا طب بديل حاجه اسمها في حاجه فعلا يا جماعه ده الشمع لا لا ده فيها يا كابتن لا انا يعني انا اتعالجت بزيت زيتون كده وحاجات واحط لك اعشاب واحط لك مش عارف ايه بقول لك انا شهر ونص قطع والله العظيم يا كابتن قطع في العضله الخلفيه اتشخصت على الاقل حاجه شهر ونص رجعت بعد 10 ايام رجعت بعد 10 ايام مش عارف الراجل بقى ربنا يديله طول العمر ولا عايش ولا ايه ربنا يعني طب ما تسالنا عليه طيب لازم اسال انا والله لسه فاكر دلوقتي التجربه بالنسبه لي كان الزيت برافين ده اللي هو الشمع اللي الطب البديل يا جماعه مطلوب لان حسام عاشور اصابته دي كانت ممكن مثلا ما تعديش مثلا الناس الدكاتره يقول لا انت لا انا ما بهزرش انا بقول حاجه انا فعلا مرت عليا الطب البديل موجود وان شاء الله نحاول نجيب الناس دي يعني يبقوا يساعدوا الدكاتره والحاجات دي مطلوبه
في الاخر دايما بتنوروني وبتشرفوني، وكل التوفيق نادي الاهلي في اي مباراه، وان شاء الله دعواتكم. احنا دايما بقول، او انا دايما بقول، لازم دعوه بجد من جوه القلب. ان شاء الله دايما الاهلي يفرح جماهيره ويفرح مصر كلها. نورتوني وشرفتوني، ومع الف سلامه.